السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب تانية سنة وطلاب الشعب العلمية والأدبية أهلا وسهلا بكم معاكم محمود رجب مدرس مادة الرياضيات معدنا دلوقتي مع مراجعة محتوى شهر نوفمبر لمادة الرياضة البحتة طبعا هعرفك في الاول المحتوى بتاع شهر نوفمبر لماده الرياضه البحته وهندخل على كل درس نشرحه ونحل عليه تمارين حابب افكرك بحاجه مهمه جدا هكون سايب لك في وصف الفيديو لينك حلقه اه امتحان تجريبي هتكون موجوده على قناتي قناه التماس في الرياضيات هيبقى امتحان صغير كده شبه الامتحان ان شاء الله اللي انت هتشوفه في المدرسه وهسيب لك كمان اه لينك ملف البي دي اف اللي هو بتاع قوانين الدروس اللي احنا هنشتغلها في شهر نوفمبر يلا بينا نسمي الله نبدا نشوف المحتوى بتاع شهر نوفمبر لماده الرياضه البحته متقسم ليه عندك طبعا الثلاث فروع الجبر حساب المثلثات التفاضل في الجبر عندك ثلاث دروس الدرس الاولاني بيكلمك على حل معادلات ومتباينات القيمه المطلقه الدرس الثاني بيكلمك على الاسس الكسريه الدرس الثالث بيكلمك على الداله الاسيه وتطبيقاتها يبقى الدرس الثاني الاسس الكسريه والدرس الاولاني حل معادلات الدرس الثالث الداله الاسيه وتطبيقاتها في حساب المثلثات عندك درس وحيد هو قانون جيب التمام درسنا في شهر اكتوبر قانون الجيب في شهر نوفمبر عندك قانون جيب مين التمام التفاضل عندك درسين درس نهاية استخدام القانون ونتيجة ودرس نهاية الدلة عند الله نهاية نبدأ نسمي الله نبدأ نشرح جزئية جزئية وناخد عليها تمارين اول جزئية عندك في الجبر بيكلمك على درس حل معادلات ومتباينات القيمة المطلقة هنعرف الحالات وبعد كده ناخد حل تمارين على كل الحالات اللي احنا هنشرحها دلوقتي اول حالة وانت عندك معادله للقيمه المطلقه القيمه المطلقه دي اللي هي المقياس اللي انت كنت بتاخده في ابتدائي فانا لو عندي معادله على شكل مقياس ا س زائد ب بتساوي ج دي ليها طريقه في الحل والجيم ده لازم يكون بينتمي من صفر لما لا نهايه يعني عدد موجب او بيساوي صفر ايه اللي هيحصل او ايه اللي انت هتعمله لما تلاقي مقياس بيساوي رقم موجب كنا بنقوله مثلا مقياس التلاتة بيساوي تلاتة او مقياس السالب تلاتة برضو يدينا تلاتة فانا لو عندي مقياس حاجة اسمها مثلا س بتساوي رقم وليكن الخمسة يبقى اللي جوه المقياس ده ممكن يبقى ايه ممكن يبقى الرقم اللي بره ده بالموجب او بالايه او بالسالب هو ده اللي انا هعمله في الحالة دي لما مقياس يساوي رمز يبقى اللي جوه المقياس ما داخل المقياس بيساوي العدد اللي عندي مره بالموجب ومره باللي يا شباب بالسالب. هيقابلك في المسائل مقياس مثلا س ناقص 2 بيساوي 5. تعمل ايه في الحاله ديت؟ مقياس بيساوي رقم تقسم الصفحه نصين. تخلي اللي جوه المقياس اللي هو س ناقص 2 يساوي 5 وتخلي اللي جوه المقياس اللي هو س ناقص 2 بيساوي 5 باللي يا شباب بالسالب وتبدا تحل عادي. دي الحاله مين؟ الاولى. الحاله الثانيه او عندي ملاحظه لو انا بقى عندي المقياس بيساوي رقم والرقم ده سالب. وانت شغال المقياس على طول بيطلع ايه موجب يبقى انا لما اقول لك هات لي الحل بتاع المقياس لما يساوي سالب فاستحاله فساعتها تقول له مجموعه الحل في الحاله دي يا شباب بتساوي ايه بتساوي فاي يبقى لو المقياس بيساوي رقم يبقى اللي جوه المقياس بيساوي الرقم بالموجب والسالب ده لو الرقم موجب لكن لو المقياس بيساوي رقم سالب يبقى مفيش حل لان المقياس ما بيطلعليش ايه يا شباب سالب يبقى مجموعه الحل هتساوي فاي في الحاله بتاعه المقياس بيساوي سالب تعالى بقى في الحاله الثانيه ودي حاله مهمه جدا بقياس ألف سين بي مقياس جواه مثلا ا س زائد ب بيساوي مقياس جواه ج س زائد د تعمل محترم في الحاله ديت تاخد اللي جوه المقياس اللي هو احد المقدارين اللي هو مثلا ا س زائد ب تساويه بموجب وسالب المقدار الاخر يعني تساويه بج س زائد د مره بالموجب ومره بالايه يا شباب بالسالب بس لازم بعد ما تجيب بقى مره بالموجب ومره بالسالب هتلاقي نفسك بتجيب قيم الس لازم ترجع تعوض فيها في المعادله بتاعه القيمه المطلقه اللي هو مديها لازم يطلع الطرف الايمن لما تعوض يطلع بيساوي الطرف مين الايسر يبقى الحاله الثانيه مقياس بيساوي مقياس اللي جوه المقياس بيساوي اللي جوه المقياس بالموجب وبالايه وبالسالب الحاله الثالثه والاخيره ودي حاله مهمه جدا لو انا عندي مقياس بيساوي رمز في س حاجه فيها س تعمل ايه تعمل حاجه اسمها تعريف المقياس يعني ايه تعريف المقياس ركز بقى معايا المقياس لو هو مقياس س تعريفه يا اما يبقى س يا اما يبقى سالب س يبقى س لو س موجبه يبقى سالب س لو س ايه يا شباب سالبه يعني س اصغر من كام من صفر طب لو هو س ناقص 2 لما تيجي تعرفه تعرفه يبقى ايه يبقى س ناقص 2 زي ما هو لو س اكبر من او تساوي وهنا برضو صفر آه او اكبر من او يساوي الصفر هنا بقى س اكبر من او تساوي الكام عشان يفضل تحط القاعده س ناقص 2 اصفاره يعني اكبر من او يساوي الكام الاثنين فانت عشان تعرف المقياس ده تاخد اللي جواه تساوي بصفر يبقى السين ب2 يبقى عشان يبقى تنفع تعوض فيه بالشكل س ناقص 2 يبقى لازم تعوض فيه بارقام اكبر من الاثنين او تساوي الاثنين لان لو عوضت ب2 2 ناقص 2 صفر فينفع المقاس الصفر لو عوضت برقم اكبر من الاثنين 3 ناقص 2 1 فيبقى طلع لي موجب وهكذا طب لو انا غيرت اشاره اللي جوه سالب س موجب 2 يبقى لازم تعوض بارقام اقل من اصفاره يعني اقل من كام اقل من 2 عشان يطلع لك الناتج ايه صفر او اعداد ايه يا شباب او اعداد موجبه نفس الكلام هنا ا س زائد ب لما تيجي تعرفه يبقى مره زي ما هو ا س زائد ب ومره بعكس اشارته سالب ا س سالب ب بيبقى زي ما هو لما السين اكبر من او تساوي اصفاره اصفاره هساويه بالصفر فهغير اشاره ال البي واقسم على الالف يعني سالب ب على الف ويبقى عكس اشارته لما تبقى السين اقل من اصفاره اللي هي سالب ب على مين يا شباب على الالف وهتشوف الكلام ده في حل المسائل يبقى انا عندي ثلاث حالات في المعادلات مقياس بيساوي رقم اللي جوه المقياس بيساوي الرقم بالموجب والسالب او مقياس بيساوي مقياس اللي جوه المقياس بيساوي اللي جوه المقياس بالموجب والسالب وارجع اتاكد بالتعويض او مقياس مع رمز بعرف الايه يا شباب المقياس تعالى كده دي حته التعريف انا كتبتها لك تعالى نشوف مثال وطبق معايا بقى بيقول لك هات لي مجموعه حل مقياس س ناقص 2 تساوي 3 انا والحلقة دي دي اول حاله يا استاذ مقياس بيساوي رقم تعمل ايه تقسم الصفحه نصين تاخد اللي جوه المقياس اللي هو س ناقص 2 تساويه باللي بره اللي هو ال 3 مره بالموجب ومره بالسالب يبقى س ناقص 2 انا سويتها ب 3 فساويها برده بسالب مين يا شباب بسالب 3 ادي اللي جوه المقياس بيساوي ال 3 بالموجب وادي اللي جوه المقياس بيساوي ال 3 بالايه بالسالب وتحل عادي انت عايز مجموعه الحل يعني عايز قيمه س هطلع الاتنين بعكس الاشاره يبقى الس بتساوي 3 زائد 2 يعني الس بتساوي 5 هطلع السالب 2 بعكس الاشاره يبقى الس بتساوي سالب 3 زائد 2 يعني الس بتساوي سالب كام سالب 1 يبقى مجموعه الحل هنا على طول مين يا شباب الخمسة والسالب كام والسالب 1 لو انت بقى مش مصدقني لو حطيت مكان الس 5 خمس. تبقى 5 ناقص 2 3 مقياسها 3 يبقى حققت لو حطيت مكان الس سالب 1 فسالب 1 ناقص 2 سالب 3 مقياس السالب 3 كام برضه يا شباب 3 فاللي بيحقق هنا مجموعه الخمسة والسالب 1 موجوده معاك الاجابه مين الاجابه ب مكتوبة يا أستاذ سالب واحد وخمس عادي لأن الإبدال في في المجموعة أمر طبيعي جدا ما فيش فيه مشكلة، خمسة وسالب واحد هي هي سالب واحد ومين وخمسة. تعال طيب ناخد حالة تانية بيقول لي هات لي مجموعة حل مقياس خمسة س ناقص واحد زائد أربعة بيساوي واحد. مبدئيا لازم المقياس يبقى لوحده في الطرف اليمين، فأنت هنا عندك المقياس جنب الأربعة، فأول حاجة تعملها إيه؟ أخلص من الأربعة. أخلص من الأربعة إزاي؟ أطلعها بره بعكس الإشارة. يبقى مقياس 5 ناقص س 5 س ناقص 1 بيساوي 1 ناقص 4 طلعت ال 4 بقت سالب 4 يبقى مقياس 5 س ناقص 1 بيساوي 1 ناقص 4 سالب 3 ده احنا قلناها في الملاحظات الملاحظه الثانيه في اول حاله المقياس على طول بيساوي موجب فهو قايل لك المقياس بيساوي سالب قلت لك في الحاله دي المقياس استحاله يطلع لي سالب فساعتها مجموعه الحل تبقى يا شباب تبقى فايب على طول اجابتك الاجابه ج تعالى كده نشوف مثال ثلاثه برضو كل مثال على الحالات اللي احنا اتكلمنا عليها مقياس 2 س ناقص 4 بيساوي مقياس س زائد 1 تعمل ايه دي انهي حاله مقياس بيساوي مقياس فانا قلت لك ايه احد المقدارين بيساوي موجب وسالب المقدار الاخر احد المقدارين يعني ممكن تثبت ده وتغير ده او ممكن تثبت ده وتغير ده براحتك الاثنين هيطلعوا لك نفس الحل فانا هثبت اللي في اليمين 2 س ناقص 4 بتساوي اللي بره ده س زائد 1 بس مره بالموجب ومره بالايه يا شباب بالسالب حلو يبقى انا كده محتاج اقسم الصفحه نصين يبقى 2 س ناقص 4 هتساوي المقدار ده بالموجب يعني س زائد 1 هدخل الس جوه واطلع الاربعه بره هنرجع لها دي دلوقتي بس خلينا بقى متفقين 2 س بتساوي المقدار ده بالموجب و2 س ناقص 4 بتساوي المقدار ده بالسالب يعني هغير اشاره المقدار ده يعني هيبقى سالب س سالب كما محترم سالب 1 يلا بينا نجيب قيمه الس الس دي هتخش جوه يبقى 2 س ناقص س هتساوي السالب 4 تطلع بره يبقى 1 زائد 4. 2 س ناقص س س واحده. 1 زائد 4 كام يا شباب؟ 5. لو انت تفتكر في الشرح قلت لك ما ينفعش تاخد الحل على طول. لازم الحل اللي انت تاخده ده يكون بيحقق المعادله اللي هو مديها لك. فانا هجرب اعوض مكان الس هنا 5 ومكان الس هنا 5. لو ناتج الطرف اليمين طلع هو ناتج الطرف الشمال اكتب له يحقق يعني الرقم ده صحيح. ينفع حل من حلول المعادله اللي يحقق المعادله. يبقى 2 في 5 ب 10، 10 ناقص 4 6 مقاس ال 6 6. 5 و1 6 مقياسها 6 الطرف الايمن ب 6 والطرف الايسر ب 6 لما عوضت 5 يبقى الخمسه بتحقق. تعال بقى هنا 2 س ناقص 4 بتساوي سالب س ناقص 1 هدخل انا سين وطلع سين. سالب س واطلع السالب 4 يبقى 2 س يخش لها سالب س تبقى موجب س السالب 1 يطلع لها السالب 4 يبقى موجب 4. 2 س زائد س 3 س سالب 1 زائد 4 3 نقسم على مين محترم على ال 3 تبقى الس ب 1 اوعى تقول على طول خمسة 1 لازم تتأكد من الواحد ده بيحقق ولا بيحققش حط مكان السين واحد حط مكان السين واحد واحد وواحد اتنين مقاس الاتنين اتنين اتنين في واحد باتنين ناقص اربعة سالب اتنين مقاس السالب اتنين برضو اتنين لازم تاخد المكاس يبقى كده الطرف الايمن باتنين والطرف الايسر باتنين يبقى كده الواحد ده برضو لما عوضت بيه بيحقق يبقى كده مجموعة الحل كام وكام يا شباب الخمسة ومين والواحد دور عليها في الاختيارات موجودة معايا الاجابة الاولى واحد وخمسة اتفقنا هي هي خمسة وكام وواحد تعالى في السؤال الرابع على الحالة الثالثة مقياس 2 س ناقص 1 بيساوي س زائد 2 ده مقياس مع رمز نعمل ايه؟ نعرف المقياس اتفقنا واحنا بنعرف المقياس بنقول له س اكبر من او تساوي الاصفار بتاعة اللي جوه المقياس يعني تساوي اللي جوه المقياس بصفر والسين اقل من الاصفار دي حلو ولما تبقى اكبر من تاخد اللي جوه المقياس بالموجب لما تبقى اقل من تاخد اللي جوه المقياس بالايه؟ بالسالب حلو يبقى انا عندي 2 س ناقص 1 بتساوي صفر لما اجيب اصفارها يعني السين هتساوي واطلع الواحد واقسم على الاثنين نص يبقى هنا هيبقى س اكبر منها وتساوي نص وهنا س اقل من النص لما تبقى س اكبر منها وتساوي نص تاخد المقاس زي ما هو اللي جواه زي ما هو 2 س ناقص 1 بيساوي اللي بره زي ما هو س زائد 2 ولما تبقى اقل من نص تاخد اللي جوه ده بعكس اشارته يعني سالب 2 س موجب واحد بيساوي اللي بره س زائد كام يا شباب زائد 2 لازم الحل اللي يطلع يكون في الفتره بتاعت اكبر منها ويساوي النص لازم الحل اللي يطلع يكون في الفتره بتاعت اقل من نص يلا بينا هطلع السين ادخل السين الجنب اليمين واطلع الواحد الجنب الشمال يبقى 2 س السين هتخش تبقى سالب س الاثنين بره زي ما هي السالب واحد هيطلع يبقى موجب واحد 2 س ناقص س س 2 و1 3 ال 3 اكبر منها ويساوي النص اه يبقى بتحقق ولو مش اكبر من النص يبقى ما كنتش هاخدها معايا في الحل تعالى هنا هدخل السين تبقى سالب س مع السالب 2 س اطلع الواحد تبقى سالب واحد مع الاثنين سالب 2 س سين وسالب س سين سالب 3 س اتنين ناقص واحد 1 نقسم على مين على سالب 3 في الطرفين ده هيروح مع ده هتبقى الس بتساوي سالب تلت سالب طلت ده اقل من النص اه ده سالب وده موجب يبقى على طول بتحقق يبقى مجموعة الحل كام يا شباب؟ يا إما تلاتة يا إما سالب كام؟ تلت. دور عليها بقى في الاختيارات موجودة معاك الإجابة جيم. السؤال رقم خمسة بيقول لك جذر 4 س تربيع ناقص 12 س زائد 9 بيساوي 5. دي فكره عاليه شويه. عندك معلومه في في المقياس بتقول لك ان انت لو عندك جذر س تربيع احنا كلنا عارفين ان التربيع بيروح مع الجذر هتفضل س بس تفضل س بالموجب. فانا عشان افضل مخليها محتفظه ان هي تطلع بالموجب لازم احطها جوه مقياس. يبقى لو في تربيع تحت الجذر اللي تحت التربيع على طول بيتحط جوه مين؟ جوه المقياس. فلو انت لقيت في مره جذر س ناقص 3 الكل تربيع التربيع يروح مع الجذر ويفضل اللي تحت التربيع اللي هو س ناقص 3 جوه ايه مقياس دي الفكره اللي انا هستخدمها في حل السؤال المهم ده 4 س تربيع ناقص 12 س زائد 9 المقدار ده انت كنت بتاخده في اعدادي اسمه مقدار ثلاثي مربع كامل المقدار ده اسمه ثلاثي مربع كامل لان ينفع انا احوله قوس اس 2 طب انت ايش عرفك ان هو ينفع يتحول قوس اس 2 قال لك لان الاولاني 4 س تربيع ليه جذر يعني جذره 2 س والاخير 9 آه، جذرها 3 فالاولاني ليه جذر والاخير ليه جذر الجذر بتاع الاولاني 2 س الجذر بتاع الاخير 3 لو ضربتهم في بعض في 2 من عندك هيديك اللي في النص الكلام ده لو حصل يبقى المقدار اللي تحت الجذر دوت ينفع يتعمل قوس اس 2 يبقى المقدار انت ان هو مقدار ثلاثي مربع كامل لو الاولاني ليه جذر الاخير ليه جذر ناتج جذر الاولاني في جذر الاخير في 2 هو اللي في النص ف2 س في 3 في 2 هو اللي في النص 12 س يبقى المقدار ده هيبقى ايه ينفع يتعمل قوس اس 2 وانا هسميه مقدار ثلاثي مربع كام طب انت هتجيب اللي جوه القوس ازاي هتاخد جذر الاولاني 2 س هتاخد جذر الاخير 3 هتحط شرط اللي في النص سالب وادي الجذر اهو كل ده بيساوي كام يا شباب بيساوي 5 هنعمل ايه يا شباب لسه قايل لك انا من شويه المعلومه لو جذر تحتيه حاجه اس 2 بتضيع التربيع مع الجذر وتاخد اللي تحت التربيع اللي هو 2 س ناقص 3 جوه مقياس يبقى المقدار ده كله اللي هو جذر 4 س تربيع ناقص 12 س زائد 9 هو هو مقياس 2 س. كل ده بيساوي كام؟ 5. دي انهي حاله من الثلاث حالات بتوع المعادلات؟ دي الحاله الاولى، مقياس بيساوي رقم موجب فبقسم الصفحه نصين، اللي جوه المقياس يساوي 5 واللي جوه المقياس يساوي سالب 5. يعني 2 س ناقص 3 بتساوي 5 2 س ناقص 3 بتساوي سالب كام؟ 5. وحله محترم. هات قيمه السين هطلع 3 بعكس الاشاره يعني 2 س هتساوي 5 زائد 3 يعني 2 س هتساوي 8، هنقسم على كام؟ على 2، يعني الـ س هتساوي كام؟ 4. ما بعوضش هنا بقى ولا بشوف بتحقق ولا ما بتحققش في كس بيساوي رقم، على طول بتبقى بتحقق. هطلع دي بعكس الإشارة، يعني 2 س هتساوي سالب 5 زائد 3، يعني 2 س هتساوي سالب 2، هنقسم على 2، تبقى الـ س بتساوي سالب كام؟ سالب 1. يبقى مجموعة الحل 4 وسالب 1 موجودة معاك في الاختيارات، موجودة معاك الإجابة ج. تعالى كده في السؤال رقم ستة وده ليه علاقة بالمقياس بتاع النهاردة والوحدة أول درس عندك في الوحدة الأولى بتاعة الجبر اللي هو المجال هو عايز مجال الدالة دي فالدالة دي لأول مرة هتبص لها كده هتلاقي بسط ومقام فافتكر معاه من شهر أكتوبر آه المجال بتاع الدالة اللي هي بسط ومقام يعني الدالة الكسرية بيجيب ازاي بيجيب كده ح ما عدا أصفار المقام يبقى أنت عشان تجيب مجال الدالة الكسرية دي لازم تجيب أصفار المقام فتيجي على جنب تاخد اللي في المقام س ناقص تق... مقياس س ناقص 2 تساويه بصفر عشان تجيب اصفار حلو حل بقى هات اصفاره هطلع الاثنين بعكس الاشاره عشان اخلي المقياس لوحده زي ما اتفقنا يبقى مقياس س بيساوي كام؟ 2 لما مقياس يساوي رقم يبقى اللي جوه المقياس اللي هو الس ينفع يبقى 2 وينفع يبقى سالب كام يا شباب؟ سالب 2 يبقى دي اسمها اصفار المقام لو حطيت مكان المقام 2 هيبقى مقياس 2 2 ناقص 2 بصفر لو حطيت سالب 2 هيبقى مقياس السالب 2 2 ناقص 2 برضه بصفر فاللي بيخلي لي المقام بصفر هو ال2 والسالب 2. ينفع انت بقى الكسر يبقى مقام وصفر؟ لا طبعا، فعشان كده المجال ح ما عدا اصفار المقام، يبقى مجالك ح ما عدا ال2 والسالب 2. دور عليها في الاختيارات هتلاقيها موجوده معاك الاجابه الاخيره. كده احنا خلصنا معادلات القيمه المطلقه، هندخل على مين؟ على متباينات القيمه المطلقه. متباينات القيمه المطلقه عندك حالتين. حاله لما تبقى المتباينه اكبر من وحاله لما تبقى المتباينه اصغر من هنبدا بالمتباينه اصغر من رقم لو مقياس س اصغر من الف اعمل الكلام ده حط اللي جوه المقياس في النص واعمل علامه اكبر وعلامه اصغر واللي بره هتحطه هنا بالسالب وهنا بالايه يا شباب بالموجب وساعتها مجموعه الحل السين هتبقى ما بين السالب ا و يعني مجموعه الحل من سالب ا ل وطالما ما فيش يساوي تبقى الفتره يا شباب فتره مفتوحه والكلام ده واضح على الرسم السين ما بين السالب ا و يبقى مجموعه الحل من سالب ا ل تمام طب لو المقياس اصغر من او يساوي نفس الكلام هتحط اللي جوه المقياس في النص والرقم اللي بره هتحطه هنا بالسالب وهنا بالموجب والعلامه اكبر منها او يساوي اصغر من او يساوي فمجموعه الحل هتبقى ايه هتبقى من سالب ا لألف وطالما في يساوي تبقى الفتره مقفوله اهي على الرسمه من سالب ا لألف مقفولين يبقى مجموعه الحل من سالب ا لألف فتره يا شباب مقفوله تعالى كده بقى في الاكبر يبقى في الاصغر بحط اللي جوه احط علامه اكبر علامه اصغر الرقم اللي بره بالسالب وبالايه وبالموجب وبجيب مجموعه الحل على طول بقى طبعا السؤال مش هيجي مباشر كده س لا ده هتبقى 2 س ناقص 3 هتبقى جوه المقاس حاجات كبيره شويه تمام الاكبر بقى الاكبر بتقسم المساله نصين لو مقياس س اكبر من ا بتحط السين زي ما هي وتحط الالف زي ما هي يعني بتشيل بس المقياس او اللي جوه المقياس زي ما هو واللي بره ده يبقى بالسالب والعلامه تتقلب، يعني اكبر من الرقم اللي بالموجب واصغر من الرقم اللي بالايه؟ بالسالب. والكلام ده بديهي، لان انا لما بعرف مقياس س يا اما يبقى س يا اما يبقى سالب س. لو بقى س هتبقى س اكبر من الف، لو بقى سالب س هتبقى سالب س اكبر من الف، طب لو جيت غيرت الاشاره لما سالب س اكبر من الف، هي هي لما س تبقى اقل من سالب الف. حلو. ركز بقى معايا في مجموعه الحل. احنا قلنا اكبر من الف واصغر من سالب الف، هي مجموعه الحل ايه؟ الخط كله ما عدا لان انا عايز يمين وشمال ما عدا الحته اللي في النص فلازم اقول له ح ما عدا الفتره المقفوله بيجي طالب هنا بقى يتوه يقول لك يا استاذ ما فيش يساوي يبقى فتره مفتوحه حبيب قلبي مش هي ما فيش يساوي يعني انت الحل بتاعك الفتره بتاعته المفروض ايه مفتوحه انت بقى عملت ايه يعني انت عايز المفتوح انت قلت الخط كله ما عدا الحته اللي في النص فانت ما عدا مين انت عايز المفتوح يبقى لازم ما عدا المقفول فلازم اغير الفتحات حلو طب تعالى لو هي اكبر منها ويساوي السين اكبر من او يساوي الالف والسين اقل من او يساوي السالب الف وساعتها مجموعة الحل انا عايز المقفول يبقى انا بقول له ح ناقص مين شباب المفتوح ده كده حل مين شباب حل المتباينات تعالى كده نشوف سؤال واحدة واحدة بقى لان انا بادئ على طول الاسئلة بسؤال في شغل السؤال بيقول لك ايه واحد على مقياس سين ناقص اتنين اكبر من او تساوي نص اولا لازم المقياس يجي في صورة بسط لكن هنا المقياس جاي في صورة كسر يعني ايه؟ يعني انت متعود في اللي فات كان مقياس سين هنا واحد على مقياس. فاعمل ايه؟ اعدلها. العدله دي في الرياضه بتقلب العلامه بتاعة التباين. يبقى واحد على مقياس سين ناقص اتنين لو انا عدلتها يبقى سين ناقص اتنين بس، تحتها واحد مش هيتكتب. ولو انا قلبت الاثنين النص هيتقلب يبقى كام؟ اتنين. والعلامه بدل ما هي اكبر او تساوي طالما قلبت اليمين وقلبت الشمال تبقى اصغر من او يساوي. دي انا حاله؟ الحاله الاولى يا استاذ. حلو، مقياس اقل من الرقم، كنا بنعمل فيها ايه؟ بحط اللي جوه المقياس، اكبر من او يساوي اقل من او يساوي الرقم ده بالسالب والرقم ده بالموجب وحل عادي احل عادي ازاي كنا بناخدها في ابتدائي دي اطلع السالب 2 يمين وشمال بعكس الاشاره يعني هي في النص سالب 2 فتبقى في اليمين موجب 2 وفي الشمال موجب 2 هي في النص سالب 2 تبقى في اليمين موجب 2 وفي الشمال موجب 2 محدش يطلعها لي في اليمين بالموجب وفي الشمال بالسالب مره ومره لا هي يمين وشمال عكس شرط اللي في النص هي في النص سالب يبقى يمين وشمال موجب هي في النص موجب يبقى يمين وشمال سالب حلو يبقى سالب 2 زائد 2 2 زائد 2 بقى عندي مين بس في النص يا شباب السي يلا بينا نجمع سالب 2 و2 صفر طبعا اقل منها وتساوي سي 2 و2 كام 4 يبقى مجموعه الحل ما بقولش ح هنا على طول السي ما بين الصفر و4 مجموعه الحل من صفر لكام يا شباب 4 فتره مقفوله لان انا ب... لما بقول ح ناقص بغير الفتحات ما بقولتش ح ناقص باخدها زي ما هي بالفتحات اللي موجوده طالما في يساوي الفتره يا شباب مقفوله اللي هيروح يجري يختار من صفر الاربعة فتره مقفوله ديت غلط غلط ليه؟ لو السؤال جالك كده على طول هتقول صح من صفر لاربعه لكن انت السؤال كانت المقياس في المقام فانت لازم تستبعد من مجموعه الحل الارقام اللي بتخلي المقام بصفر يعني لازم تستبعد اصفار المقام في الحته دي بالذات يا شباب يبقى تاني لو السؤال جه كده على طول يبقى الحل من صفر لأربعة لكن السؤال اللي المقياس كان في المقام يبقى لازم أشيل من الحل أصفاره لأن ما ينفعش أقول له خد لي مجموعة الحل من صفر لأربعة ويبقى في رقم ما بينهم بيخلي المقام بصفر هو أنا ينفع أقسم على صفر؟ لا طبعا فأنا لازم أخد اللي جوه المقياس سين ناقص اتنين أجيب أصفاره فأطلع الاتنين بره يبقى س بتساوي اتنين يبقى دي اسمها أصفار المقام بتاعت الدالة الكسرية اللي فيها مقياس يبقى مجموعة الحل على طول من صفر لأربعة ما عدا مين؟ ما عدا اصفار المقام اللي هي الاثنين، الاثنين موجوده من صفر لاربعه فلازم تشيلها، لان انت لو عوضت على مكان السين باثنين لو انت قلت له من صفر لاربعه الاثنين موجود، فهتحط مكان السين 2 الاثنين ناقص اثنين صفر، ينفع 1 على صفر؟ لا، فما كانش هينفع تاخد من صفر لاربعه عشان انت اخدت الاثنين كده، فعشان كده لازم اقول له من صفر لاربعه ما عدا مين يا شباب؟ ما عدا الاثنين اللي, اللي هي موجوده معاك الاجابه ب، سؤال على طول محترم جدا، السهل اللي هو يجي لك ده، لكن الصعب اللي انا اجيبه لك آه كسر وانت تعدله وبعد ما تجيب مجموعه الحل تشيل اصفار الايه؟ المقام. مسألة هي تحت الجذر فيه 4 س تربيع ناقص 12 س زائد 9 أقل من أو تساوي التسعة. دي يا أستاذ مقدار ثلاثي اللي في الأول اللي هو اللي تحت الجذر دوت مقدار ثلاثي مربع كامل. فده إحنا كنا بنتأكد منه عن طريق إن أنا أشوف أول واحدة ليها جذر وآخر واحدة ليها جذر. الكلام ده صحيح، جذر دي 2 س. جذر دي 3 اضربهم في بعض في 2 ف2 س في 3 ب6 س في 2 ب12 س فده ينفع يتعمل قوس اس 2 وادي الجذر وادي العلامه اقل من او تساوي 9. يلا بينا ناخد الجذر 4 س تربيع جذرها ب 2 س، التسعه جذرها ب 3، حط اشاره اللي في النص سالب. قلنا لما جذر تحتيه تربيع بضيع الجذر مع التربيع واخد اللي تحت التربيع جوه مقياس. لما جذر تحتيه تربيع بضيع الجذر مع التربيع واخد اللي جوه التربيع اللي هو 2 س ناقص 3 جوه مقياس. اقل من او تساوي كام؟ 9. بقت الحاله الاولى، مقياس اقل من الرقم. تعمل ايه في الحاله ديت؟ اللي جوه المقياس في النص. اكبر من او تساوي أقل من او تساوي، الرقم ينزل بالسالب. وينزل بالموجب هطلع التلاته يمين وشمال بعكس اشاره النص هي في النص سالب تطلع يمين وشمال موجب يبقى سالب 9 زائد 3 موجب 9 اللي بره دي زائد 3 برضه هنا اقل من او تساوي هنا اكبر من او تساوي وهنا 2 س يلا بينا نجمع سالب 9 و3 سالب 6 وادي 2 س 9 و3 12 انا عايز اجيب السين هي مجموعه الحل قيمه السين فاقسم على كام على 2 كله اللي قدامها يبقى س اكبر منها وتساوي سالب 3 واقل منها وتساوي كم محترم 6 يبقى مجموعه الحل على طول بقى طالما في يساوي يبقى الفتره مقفوله من سالب 3 لكام يا شباب ل 6 دور عليها موجوده معاك الاجابه ب طبعا ح ناقص دي ما بتجيش الا لما تكون المقياس معاه علامه اكبر من او اكبر من او يساوي تعالى في رقم 9 مجموعه حل واحده على الاكبر اهي 4 ناقص 6 مقياس 4 ناقص 6 س اكبر من او يساوي 14 دي بنقسم فيها الصفحه بس انا عندي معلومه عايز اقولها لك هضيفها لك في الخواص المقياس ان مقياس ا ناقص س هو هو مقياس س ناقص ا ليه لان لو انت عدل قلبتهم خدت السالب عامل مشترك فالسالب المقياس بياكل فانت عادي تقلب اي حاجتين مطروحين جوه مقياس يعني لو لقيت مقياس 3 ناقص س عادي تعدلها تخليها س ناقص 3 ده اللي انا هعمله هنا عشان بس تبقى السين في الاول مقياس 4 ناقص 6 س قلت لك هي هي بقى مين مقياس 6 س ناقص 4 اكبر من او تساوي مين؟ ال 14. في الاكبر من بتعب شويه بقسم الصفحه نصين باخد ده زي ما هو 6 س ناقص 4 اكبر من او تساوي اللي بره وهو هو 6 س ناقص 4 اقل من او تساوي سالب اللي بره. وتحل عادي وفي الاخر مجموعه الحل بتبقى ح ناقص. اصلا لو انت فاهم القصه كلها ممكن تختار السؤال دوت بدون ما تحله. ازاي يعني يا استاذ؟ انت يا استاذ قلت لي اكبر من او يساوي وانا عارف في الاكبر من بقول ح ناقص. وبغير الفتحات اللي عندي في السؤال فالمفروض فيه يساوي في السؤال فالمفروض فيه مقفول طالما قلت ح ناقص يبقى ح ناقص مين المفتوح يبقى اجابته وانا مغمض عينيه ح ناقص دي فتره مفتوحه من سالب 5 على 3 ل 3 جبتها على طول بالفهلوه تمام طب تعالى من غير فهلوه هطلع ال4 بعكس الاشاره يبقى 6 س اكبر من او تساوي 14 زائد 4 يبقى 6 س اكبر من او تساوي 18 هنقسم على كام على ال6 على ال6 يبقى س اكبر من او تساوي 3 هطلع السالب 4 بعكس الاشاره، يبقى 6 س اقل من او تساوي سالب 14 زائد 4. يبقى 6 س اقل من او تساوي سالب 10. هنقسم يعني على السته. يبقى س اقل من او تساوي سالب 5 على مين؟ على الثلاثه. يبقى اكبر من 3 واقل من سالب 5 على الثلاثه، يبقى ح ناقص غير الفتحات. طالما قلت ح ناقص لان انا عايز المقفول، يبقى ح ناقص مين؟ المفتوح. يبقى سالب 5 على الثلاثه الصغير الاول وبعدين الثلاثه الكبير. الكلام ده موجود؟ موجود معايا الاجابه ج. كده احنا خلصنا الدرس الاول. المعادلات والمتباينات وكان درس كبير على فكره وفي شغل. الدرس الثاني بيكلمك على الاسس الكسريه والمعادلات الاسيه ده في قوانين كتير قوي معتمده على الشغل اللي انت خدته في اعدادي. الاسس قوانين الاسس اللي هي في الضرب بنجمع الاسس في الاسم بنطرح الاسس كل القوانين دي هنستخدمها في درسنا ده. اول قانون عندي لو عندي الف اس صفر بيساوي واحد، اي حاجه اس صفر عندك بتبقى بواحد، يعني لو قابلك في المساله خمسه اس صفر هتقول له يا شباب بواحد. القانون الثاني الف اس م في الف اس ن لو الاساس ا بيساوي الاساس ا وفي ما بينهم ضرب بجمع الاسس يبقى في الضرب بنجمع الاسس يعني لو لقيت 2 اس 3 في 2 اس 4 تدينا 2 اس كام 7 شكرا لسيادتك ثالث قانون ا اس م على ا اس ن دي اسمها في الاسم بنعمل ايه بنطرح الاسس يبقى م ناقص ن يعني لو لقيت 2 اس 7 على 2 اس 4 يدينا 2 اس الفرق ما بين 7 و4 اللي هو كام 3 القانون الرابع ا اس م اس ن كل القوانين دي انتوا اغلبتكم عارفها لو قصين ورا بعض اضربهم في بعض ا أس م في ن يعني اضرب القصين دول في بعض يعني 2 أس 2 أس 3 تبقى على طول 2 أس كام؟ 6 والعكس ممكن تقسم القص قصين فوق بعض 6 2 في 3 في يبقى 2 2 أس 2 أس كام؟ أس 3 القانون الخامس لو عندي حاجتين مضروبين في بعض فوقهم قص ن القص ينزل يتوزع على الاولانيه وينزل يتوزع على الثانيه يعني يبقى ا اس ن ب اس م يا شباب اس ن يعني لو 2 في 3 اس 5 هتعمل ايه هتنزل 5 على 2 وتنزلها على 3 2 اس 5 في 3 اس 5 شكرا لسيادتك رقم 6 لو الاس سالب اعمل ايه اشقلب عشان اخليه بالايه بالموجب هو مقامه تحتيه واحد فلما اشقلب يبقى واحد على الف اس ن يعني لو قابلك في المساله 2 اس سالب 3 تعمل ايه دي مقامها كله واحد شقلبها واحد على 2 اس 3 شكرا لسيادتك القانون رقم 7 ا على ب كسر قص سالب ن طب لو القص سالب واللي تحتيه بسط ومقام مش حاجه واحده شبه الالف دي تعمل ايه تشقلب اللي تحتيه يبقى بيها على الف ويبقى يا شباب يبقى بالموجب وممكن النون دي تنزل على البسط وتنزل على مين برضه على المقام يعني لو لقيت 2 على 3 اس سالب 4 تبقى ايه تبقى 3 على اتنين قلبت الاتنين على الثلاثه وغيرت اشاره الاس تبقى اس كام يا شباب اس 4 دي كده القوانين الاساسيه في الاسس تعالى بقى في الأسس الكسرية اللي هو عنوان الدرس أصلا، يعني لو القص على شكل كسر ازاي نجيب قيمة السين اللي تحت منه؟ قالك الموضوع بسيط، على حسب اللي فوق بتحدد الأول، لو اللي فوق ده اللي هو المين عدد فردي بتقلب ده بره. يعني هو م على ن يبقى قص بره ن على يا شباب على مين؟ يعني لو قابلك سين قص تلاتة على الأربعة بتساوي مثلا خمسة يبقى س عايز تجيبها تعمل ايه؟ اللي فوق ده فردي فتقلب على طول يبقى 5 أس 4 على مين؟ على التلاتة ده لو الأس بتاع البسط بتاع الكسر ايه؟ فردي. طيب لو الأس بتاع البسط دوت الجزء بتاع البسط بتاع الأس اللي على شكل كسر عدد زوجي تعمل ايه؟ تقلب برضو القص ده بره بس ما تحق... لازم تحط موجب وايه؟ وسالب. يعني لو قابلك س أس 2 على 3 بيساوي 4 تجيب السين ازاي؟ اللي في البسط ده زوجي فانا كده كده هقلب ده بره على الاربعه يبقى ثلاثة على الاتنين وما احط في الحاله دي ايه موجب ويا شباب موجب وسالب قاعدتين مهمين جدا وهنستخدمهم كتير تعال بقى في القاعده الثالثه جذر نوني ل اس نون احنا لسه قايلين من شويه الجذر بتاع س تربيع كان بيبقى مقياس لان لازم يطلع لك موجب فقال لك برده نفس الكلام لو ده زي ده ده هيروح مع ده وهيبقى ده جوه مقياس يبقى بالموجب لو الدليل او الاس زوجي شباب ما كنا بنعمل ده 2 وده ده اثنين 2 برضه جذر تربيع يبقى اللي جوه اللي, اللي تحت دوت هيبقى جوه مقياس لو الدليل او الاس يا شباب زي بعض واعداد ايه؟ اعداد زوجيه يعني لو قابلك جذر رباعي ل س اس 4 يبقى ايه؟ ده يروح مع ده ويبقى دوت جوه مقياس طب لو ده وده فردي يبقى على طول هيطلع لي اللي, اللي تحت دوت يعني لو جذر خماسي ل س اس 5 على طول هيطلع لي مين يا شباب؟ س بالاشاره بتاعته يا رب تكون وصلت الثلاث قواعد دول مهمين جدا تعال ناخد بقى الجزء الثاني في الدرس انا طبعا اديتك كل القوانين وبعد كده هنعمل ايه هنحل باستخدام القوانين دي المعادلات الاسيه احنا لسه قايلين من شويه ا اس صفر بتساوي كام واحد فانا لو قلت لك ا ويا اس بتساوي واحد يبقى اكيد الاس هيبقى بكام هيبقى الاس بصفر يعني انت هيقابلك في المساله خمسة اس س ناقص 3 بتساوي واحد يقول لك هات لي مجموعه الحل او هات لي قيمه س امتى الحاله دي تحصل لما يبقى الاس دوت اللي هو س ناقص 3 بصفر واطلع ال 3 بره يبقى السين بكام يا شباب ب 3 يبقى لو عندي اساس فوق اس بيساوي واحد يبقى الاس بكام يا شباب؟ بصفر. تعالى كده في الحاله الثانيه. لو ا اس م بتساوي ا اس ن الاساس بيساوي الاساس، ايه اللي بيحصل؟ المين بتساوي النون، يعني الاس هيساوي مين يا شباب هيساوي الاس. يعني لو 2 أس س ناقص 3 بتساوي 2 أس 4 الاساس بيساوي الاساس تعمل ايه؟ تخلي الاس يساوي الاس، يعني س ناقص 3 تساوي مين يا شباب 4 وتكمل حل عادي. الحاله الثالثه هي اهم حاله بقى. طب افرض ان الاس هو اللي بيساوي الاس. فاكيد الاساس هيساوي الاساس بس دي فيها احتمالات على حسب الاس فردي ولا زوجي قال لك لو الاس فردي الاساس هيساوي الاساس على طول يبقى الف هيساوي ب لكن لو الاس زوجي ده 2 وده 2 يبقى الاساس هيساوي الاساس بالموجب اللي هي شباب والسام يبقى انت لو عندك س اس 3 بتساوي 5 اس 3 الاس بيساوي الاس والاس 3 ده فردي يبقى الاساس بيساوي الاساس زي ما هو لكن لو هي س اس 4 بتساوي 5 اس 4 الاس بيساوي الاس والاس زوجي يبقى الاساس اللي هو س بيساوي الاساس بالموجب ولا يا شباب والسالب اللي كده كده الزوجي هيخلي الموجب والسالب ايه موجب الحاله بقى الاخيره دي مهمه جدا افرض بقى لقيت الاس بيساوي الاس بس انا شايف الاساس ما بيساويش الاساس يعني اللي تحت ما بيساويش تحت يعني الالف ما بيساويش الباء على طول الحاله تتحقق امتى لما يبقى الاس بصفر ازاي يعني يعني لقيت في المساله مثلا 5 اس س ناقص 3 بتساوي 4 اس س ناقص 3 ايه اللي انت شايفه شايف ان الاس بيساوي الاس س ناقص 3 س ناقص 3 وشايف ان الاساس خمسة والاساس اربعة مش متساويين طب امتى المعادله دي تبقى صحيحه بقى قال لك لما يبقى الاس بيساوي الاس والاساس ما بيساويش الاساس المعادله دي تبقى صحيحه لما يبقى الاس ده بصفر والاس ده بصفر عشان يبقى خمسة اس صفر بواحد وأربعة 4 اس صفر برده بكام بواحد يبقى المعادله دي تبقى صحيحه لما يبقى الاس بكام يا شباب بصفر انا كده خلصت خلصت ايه القوانين بتاعت الدرس الثاني تعالى بقى نطبق عليه ا اس م في ا اس م قلنا في الضرب بنعمل ايه بنجمع الاسس ف تفضل زي ما هي واجمع م و م 2 م هتلاحظ ان انا في المسائل بحل كده السؤال مقالي ماليش دعوه دي رياضه تمام فمفيش اختلاف ما بين اختيار وايه ومقالي اي سؤال عشان تختار اجابته في الرياضه لازم تعمل خطوات ونفس الكلام المقالي انت مطالب تكتب خطوات فالاثنين زي بعض يبقى الف اس م في الف اس م بثبت الاساس واجمع الاسس يبقى م و كام 2 م وانت بتختار بقى تركز دي موجوده فين السؤال سهل بس انا ممكن وانا اختار اختار, اختار مين تربيه ما اختارش 2 م اول واحده واختار 2 ا م احس كده ان الاتنين دي قدام الميم لا والميم نازله تحت والاثنين فوق لا اثنين ميم في الاس اهي مش موجوده الا فين يا شباب الا في الحاله الثانيه اللي هي الاجابه ب السؤال رقم 11 بيقول لك 3 اس س زائد 5 بيساوي 1 على 27 هات لي السي على الهادي مبدئيا انت لازم تتعلم ازاي ترفع الارقام انت من كتر ما هتحل في الدرس ده هتحفظ يعني فاحنا عارفين ال 8 تعالى كده سجل الارقام دي عندك لو قابلتني 2 اس 3 ال 27 لو قابلتك 3 اس 3 التسعه 9 3 اس 2 ال 25 5 أس 2 ال 100 10 أس 2 عندي ايه تاني؟ ال 64 2 أس 4 أو 4 أس 3 عندك ال 32 2 أس 5 عندك ايه تاني؟ عندك ال 1000 10 أس 3 عندك ايه تاني؟ عندي مثلا ال 125 5 أس 3 عندك مثلا ال 216 6 أس 3 وهكذا فعندك أرقام كتيرة فانا لمحت في السؤال بتاع اساسه اس وعايز هو الس 27 فال 27 دي هحط مكانها ايه؟ 3 اس 3 اتفقنا بقى هي 3 اس 3 تحت لو انا عايز اطلعها فوق لو انت بتبدل بتغير اشاره الاس يبقى 1 على 27 يعني 1 على 3 اس 3 هتبقى هي هي 3 اس سالب 3 وفي الطرف اليمين في 3 اس س زائد 5 انهي حاله من حالات معادلات الاسيه الاساس 3 والاساس 3 يعني الاساس بيساوي الاساس يبقى هتطبق قاعده ايه الاس بيساوي الاس يعني س زائد 5 هي مين الاس سالب كام 3 كده تقدر تجيب الس عن طريق انت تطلع ال5 بعكس الاشاره يبقى على طول الس هتساوي سالب 3 سالب 5 يعني سالب كام 8 اللي هي موجوده معاك الاجابه ج سؤال رقم 12 5 س ناقص 1 بتساوي 4 س ناقص 1 انا فرضت لك سؤال شبه ده في الحاله الاخيره خالص بتاعت اللي انا شايف ان الاس بيساوي الأس بس الأساس ما بيساويش الأساس. يبقى الحالة دي انت المعادلة بتبقى صحيحة لما يبقى الأس بصفر؟ شكراً. تقدر تجيب السين أقدر أطلع الواحد بعكس الإشارة يبقى السين بتساوي كام يا شباب؟ واحد موجودة معاك الإجابة ب. سؤال 13. 7 أس س زائد 1 بتساوي 3 أس 2 س زائد 2 هات لي 5 أس س زائد 1 على الهادي. مبدئياً مفيش علاقة هنا بين الأسس. بس أنا لو ركزت دي س زائد 1 ودي 2 س 2 أنا فانا ممكن نخليهم بيساووا بعض ازاي؟ قال لك خد عامل مشترك فالعامل المشترك من الاس هيبقى 2 فتقسم 2 س على 2 يديك س تقسم 2 على 2 يديك 1 كل ده بيساوي اللي في اليمين 7 اس س زائد كام زائد 1 مش الاثنين مضروبه في ديت يعني الاس مقسوم حتتين اه فممكن الاثنين تنزل تحت عادي على 3 يعني تبقى 3 اس 2 اس س زائد 1 لان انا قلت لك ايه لو في رقمين في الاس مضروبين ممكن يبقى رقم على اللي تحت والرقم الثاني لوحده شبه 2 اس 2 اس 3 مش احنا قلنا بنضربهم في بعض تبقى 2 اس 2 في 3 فاحنا بنعمل العكس بنزل 2 على 2 واسيب ال 3 وانا هنا بنزل 2 على 3 واسيب س زائد 1 ليه عملت كده عشان اخلي الاسس شبه بعض س زائد 1 س زائد 1 حلو وهنا 7 اس س زائد 1 3 اس 2 ب 9 اس س زائد 1 بيساوي 7 اس س زائد 1 الاس بيساوي الاس بس الاساس ما بيساويش الاساس الحاله دي امتى تحصل لما يبقى الاس بصفر اللي هو س زائد 1 اطلع الواحد بعكس الاشاره يبقى س بسالب واحد اوعى تروح تختار لي سالب واحد لو فيه في الاختيارات سالب واحد ليه؟ لان هو مش عايز قيمه السين هو عايز قيمه 5 اس س اس زائد واحد فهتحط مكان السين سالب واحد يعني 5 اس سالب واحد زائد واحد يعني 5 اس صفر واي حاجه اس صفر في يا شباب بواحد يبقى على طول اجابتك الاجابه ب السؤال رقم 14 مجموعه حل 7 اس س تربيع بيساوي 49 أس س زائد 4 لمحت ال 49 فال 49 7 في 7 يعني 7 أس 2 شغل الأسس كده بلاش طريقة معينة يبقى أنت هتعمل إيه؟ هتفك ال 49 7 أس 2 وأنا عندي هنا س زائد 4 وأنا هنا عندي 7 سي... أس أه س تربيع أه الاثنين دي بقى هنعمل العكس هنضربها فوق عشان بس اخلي الاساسات متشابهه يبقى 7 اس س تربيع هضرب الاثنين فوق يبقى 7 اس 2 في س ب 2 س 2 في 4 ب 8 الاساس بيساوي الاساس يبقى الاس اللي هو س تربيع بيساوي الاس اللي هو 2 س زائد كام؟ 8 هو عايز مجموعة الحل يعني عايز كم س يلا بينا نحل هدخل دول جوه بعكس الاشارة يبقى س تربيع ناقص 2 س ناقص 8 يساوي كام؟ صفر بره هحلل لان ده مقدار ثلاثي بسيط الس تربيع تحليلها س س السالب تحليله سالب وموجب كام في كام ب 8 وطرحهم اللي في النص 2 4 في 2 الكبير مين؟ أربعة، يتحط مع إشارة اللي في النص يعني مع السالب، والاتنين مع عكسها يعني مع الموجب، بيساوي كام يا شباب؟ بيساوي صفر طبعًا. هنرسم الصفحة نصين، مرة س ناقص أربعة بتساوي صفر، ومرة س زائد اتنين بتساوي صفر. هطلع الأربعة بعكس الإشارة يبقى س بتساوي موجب أربعة، هطلع الاتنين بعكس الإشارة يبقى س بتساوي سالب اتنين، يبقى مجموعة الحل هي قيم السين اللي هي أربعة وسالب اتنين، لو مقالي هتحل بنفس الطريقة كده، لو اختياري هتختارها من الاختيارات، موجودة معاك الإجابة من شباب الإجابة ب. اتفقنا ممكن ابدل عادي في المجموعه مفيش مشكله، 4 وسالب 2 هي هي سالب 2 وكام؟ واربعه. السؤال رقم 15، سؤال محترم، سهل ومحترم. بيقول لك 5 اس س بيساوي 2. هات لي 25 اس س. ايه اللي شد انتباهك ال 25؟ 5 في 5، يعني 5 اس 2، فهنبدا نفكها. 5 اس 2 اس س هي 25 اس س. تمام. اللي عندك المفروض تعوض بيه لان انا لو لقيت خمسه اس س احط مكانها اتنين ده اللي هو اللي قايله طب هو انت عندك كده في اللي هو عايزه خمسه اس س اه ازاي يا استاذ ده السين مش على الخمسه عادي ما انا قايل لك ايه الاسين دولت يا يبقوا مع بعض يا ينفع ده تحت وده فوق او ده فوق وده تحت ينفع تبدل ما بينهم فخمسه اس اتنين اس س هي هي خمسه اس س اس اتنين في, ال... في كلتا الحالتين هي هي خمسه اس اتنين سي كده او كده حلو دي بقى على بعضها بكام؟ باتنين أس كام؟ أس 2 يعني بكام؟ باربعة يعني إجابتك تبقى الإجابة مين يا شباب؟ الإجابة ج. سؤال 16 2 أس س بتساوي 5 هات لي 2 أس س زائد 2 هنعمل إيه؟ أنا برضه قايل لك في الضرب بنجمع الأسس يعني 2 أس س في 2 أس 2 هتبقى إيه؟ قول لي أنت هثبت الإتنين وأجمع الأس يبقى س زائد 2 طب هي لو جات لك كده 2 أس س زائد 2 هعمل إيه؟ هعمل عملية عكسية هقسمها طب هو انت ليه هتقسمها عشان انا لمحت ان انا 2 عليها س بس فهي هنا 2 عليها س زائد 2 فانا عايز اقسمها هقسمها بقى بالعمليه العكسيه هتبقى 2 اس نص الاس اللي هو السين في 2 برضو اس الحته الثانيه اللي هي كام 2 دي هي هي دي حلو يبقى ده هو 2 اس س في 2 اس 2 طب 2 اس س على بعضها بكام ب 5 في 2 اس 2 بكام ب 4 5 في 4 بكام ب 20 دور على 20 موجوده معاك الاجابه د السؤال رقم 17 س أس 3 على 2 بيساوي 64 دي حتة الأس لو على شكل كسر أبص على البسط بتاعه البسط بتاعه كام؟ 3 قبل ما أقلب فردي يبقى هقلب على طول مفيش موجب وسالب طيب يبقى س هتساوي اللي بره وأقلب ال 3 على 2 بره تبقى 2 على 3 ممكن تحسبها بالآلة 64 أس 2 على 3 وما أنا من غير آلة ال 64 ده أنا قلت لك 4 أس 3 أس 2 على 3 لما اضرب الاسين بقوانين الاسس الثلاثه هتروح مع الثلاثه هيطلع لك 4 اس 2 هيطلع لك كام 16 اللي هي موجوده معاك الاجابه ب السؤال 18 س اس 2 على 5 بتساوي 4 انا مديك على كل واحده مساله اهو الاس بتاع الاثنين البسط بتاع الاثنين على 5 زوجي اللي هو الاثنين يبقى الس هتساوي موجب وسالب اللي بره اللي هو 4 واقلب الاس اللي جوه يبقى 5 على كام على الاثنين ممكن تحسبها بالال انا من غير ال ادي موجب وسالب ال4 2 اس 2 وادي 5 على 2 فوق السن ورا بعض انضربوا ببعض فالاثنين تروح مع الاثنين يعني موجب وسالب 2 اس كام؟ 5 يعني موجب وسالب 2 اس 5 ب 32 دي قيمه السين اللي هي مجموعه الحل او قيمه السين موجوده معايا موجوده معايا الاجابه د السؤال رقم 19 وده من اهم الاسئله عند السته 3 اس س زائد 1 زائد 3 اس س بيساوي 12 مجموعه الحل بتساوي ايه وده بيجي مقال يقول لك اوجد ايه مجموعه الحل وشيل الاختيارات ماشي هنعمل ايه يا استاذ والله يا استاذ انا عايز اخلي السين اللي فوق التلاتة دي لوحدها فاول واحده دي فيها حتتين سين ورقم فانا هقسمها يبقى هخليها 3 اس س لوحدها في 3 اس واحد لان انا في الضرب بجمع الاسس فلو الاسس مجموعه بحولها ايه ضرب حلو زائد 3 اس س بيساوي كام 12 3 اس س دي متكرره فانا ممكن اخدها عامل ايه مشترك هتكتب 3 أس س وتفتح قوس لما تاخدها من ده دي راحت يتفضل لك مين 3 زائد لما تاخدها هنا يتفضل مكانها كام؟ 1 تقسم 3 أس س على 3 أس س يديك 1 كل ده بيساوي كام؟ 12 يعني هي 3 أس س في 3 زائد 1 4 بيساوي كام؟ 12 ممكن أخلص من الأربعة أقسم عليها يبقى 3 أس س بيساوي دي هتروح مع دي و12 على 4 كام؟ 3 3 دي اللي هي أس كام؟ أس 1 كده أصبح الأساس بيساوي الأساس يبقى الأس بيساوي الأس يعني السين بتساوي كام يا شباب؟ واحد يبقى مجموعة الحل هي مجموعة مين؟ الواحد اللي هو موجود معاك الإجابة ج وده برضه من الأسئلة المهمة جدا اللي جاي أهم من مجموعة حل جذر تكعيب الس تربيع ناقص ثلاثة جذر تكعيب السين زائد اتنين قلت لك لو عندي جذر دليله ن وهنا تحتيه س الاس بتاعها مين؟ دي اسمها صوره جذريه ممكن احولها اسس ازاي اقسم الاس على الدليل يعني س اس م على ن حلو فانا لما المح جذور تحتها سينات وفيها اسس احولها على طول لاسس هتقسم الاس على الدليل يبقى س اس 2 على 3 ناقص 3 اللي بره دي س اس كام اس 1 هتقسم الاس 1 على 3 يبقى س اس 1 على 3 زائد 2 بيساوي كام؟ 0 دي كانها كده س تربيع ناقص 3 س زائد 2 تحليل يا استاذ يعني نفس الكلام طب انا هنا قلت تحليل ايه؟ يعني لان ده ضعف ده نفس الكلام هنا 2 على 3 ضعف الواحد على 3 فينفع تعملها تحليل برضه بالاسس الكسريه دي فانت دي لما كنت بتحللها كنت بتفك السين تربيع س في س كنت حافظ وخلاص لا انت لما كنت بتفكها كنت بتلاقي مين؟ اللي في النص ده محطوط هنا وهنا نفس الكلام برضه طالما ده ضعف ده يبقى هتحللها عادي جدا التحليل س أس 2 على 3 هي س أس 1 على 3 في س أس 1 على 3 ما أنا لو جمعت 1 على 3 و1 على 3 يديني 2 على 3 وهحلل إشارة الاثنين الموجبة فلما تبقى الإشارة موجبة تبقى الإشارات شبه بعض شبه اللي في النص يعني الاثنين بالسالب وأشوف كام في كام ب 2 ومجموعهم اللي في النص 3 إيه؟ يعني هو 1 كل ده بيساوي كام يا شباب؟ صفر طبعا هنقسم الصفحة نصين يبقى س أس 3 ناقص 2 بيساوي صفر س أس 3 ناقص 1 بيساوي صفر هطلع الاثنين بعكس الاشاره يبقى س اس 13 بيساوي 2 س اس 13 اطلع الواحد بيساوي 1 الثلث ده كسر بسطه فردي يبقى اقلب على طول يبقى س بتساوي اقلب الثلث بره الثلث لما يتقلب يبقى 3 على 1 يعني 3 يعني 2 اس 3 يعني 8 يعني يعني اقلب الثلث بره يبقى 3 يبقى ال س بتساوي 1 اس 3 يعني برده كام يا شباب 1 يبقى مجموعه الحل يا اما 8 يا اما كام 1 موجوده في الاختيارات موجوده 1 و8 اللي هي الاجابه الاولى السؤال رقم 21 ونفس الفكره برده تعالى كده 9 أس س ناقص 30 في 3 أس س ناقص 1 زائد 9 بيساوي إيه؟ هرفع ال 9 لأن أنا شايف 3 أس س وال 9 دي لازم تبقى 3 أس حاجة عشان تبقى المسألة تنفع تاخد عامل مشترك أو ينفع تحلل. فال 9 دي 3 أس 2 فالأس 2 هيلاقي الأس س يضربه يبقى 2 س ناقص ال 30 في هقسم دي هتبقى 3 عليها س و3 عليها سالب 1 الجزء الثاني زائد كام؟ 9 بيساوي كام؟ 0 دي 3 أس 2 س زي ما هي. دي ارقام سالب 30 و 3 اس سالب س يعني 1 على 3 هتحسبها هتلاقي سالب 10 بالاله سالب 30 في ثلث يعني 30 على 3 يعني 10 مضروبه في مين في 3 اس س زائد كام 9 بيساوي كام 7 الاس الاولاني 2 س الاس اللي في النص س الاولاني في ضعف الثاني فينفع احلل ده الشرط يلا بينا نحلل 3 اس 2 س تحليلها هي ما تروحش بعيد اللي في النص هنا وهنا يبقى 3 اس س 3 اس س دي موجب يبقى شبه اللي في النص سالب وسالب كام في كام ب 9 ومجموعهم 10 9 و1 بيساوي كام يا شباب بيساوي صفر هنقسم الصفحه نصين مره 3 اس س ناقص 9 بتساوي صفر فطلع 9 بالمره يبقى بيساوي 9 ومره 3 اس س ناقص 1 بيساوي صفر فطلع الواحد بره يعني بيساوي 1 التسعة دي كلنا عارفينها 3 اس 2 كده الاساس بيساوي الاساس يبقى الاس بيساوي الاس يعني س بتساوي كام يا شباب 2 اي حاجه اس صفر بتساوي 1 اي حاجه اس صفر بتساوي 1 طب يا 3 اس س بتساوي 1 يبقى الاس ده لازم يبقى بصفر يبقى مجموعة الحل كام يا شباب؟ الاثنين وكام؟ والصفر أو الصفر والاثنين. الكلام ده موجود معايا؟ موجود معايا الإجابة مين؟ الإجابة ج. السؤال رقم 22 وسؤال محترم برضو وبيتحل كده على طول بس عايزك تركز معايا فيه. 2 أس أ ب 3 3 أس ب ب 7 7 أس ج ب 11 2 آه اتنين عايز 2 أس أ في ب في ج هنعمل إيه؟ لو أنت ركزت الـ 2 أس أ ب 3 واللي بعدها فيها 3 أس ب ب 7 واللي بعدها فيها 7 ده في سلسلة كده فأنا هعمل إيه؟ هعوض من دي في دي إزاي؟ دي 3 ودي 3 فأنا هشيل ال 3 دي أحط اللي بيساويها هنا اللي هو 2 أس أ يبقى 2 أس أ مكان ال 3 طب هي كان فيها في مين؟ فيها في ب كل ده هيساوي كام؟ 7 لو لقيت أسين ورا بعض من قانون الأسس قلنا بنعمل إيه؟ بنضربهم في بعض يعني 2 أس أ في ب بتساوي كام؟ 7 هنيجي هنا بالمثل طب ما هنا في 7 يعني ممكن أشيلها وأحط مكانها 2 أس أ في ب بس عليها جيب يبقى كله عليه جيب بيساوي كام 11 برضه القصين ورا بعض اضربهم في بعض يبقى 2 اس الف في ب في ج بيساوي كام 11 هو عايز مين 2 اس الف في ب في ج اللي هي طلعت بتساوي كام يا شباب 11 يعني اجابتك الاجابه الاولى ندخل على اخر درس عندك في الجبر الدرس الجبر فيه شغل شويه بس اخر درس ده في اللذيذ الداله الاسيه شكلها عامل ازاي شكلها عامل كده داله س بتساوي الف اس س عباره عن اساس واس دي بسميها دالة أسية لما يبقى أساسها أ وبشرط إن الألف ده عدد موجب لا يساوي الواحد. يبقى شرط أساسي للدالة الأسية إن يكون اللي تحت ده موجب لا يساوي الواحد، حلو. ينفع تحط مكان الأس د من ح موجب يعني ينفع تحط مكان السين كل الأعداد الحقيقية، فينفع أحط أعداد موجبة أعداد سالبة صفر عادي مفيش مشكلة. النواتج اللي بتطلع لك في الدالة الأسية أعداد حقيقية موجبة. يعني لو أنت عندك اتنين حطيت فوقها أس موجب وليكن 2 هيطلع لك 4 2 فيها نص هيطلع لك جذر 2 برضه عدد 1 و4 من عدد. ففي الاخر هي بتطلع على طول ايه موجب ها موجب او 2 اس 0 بتطلع كام؟ 1 برضه عدد ايه يا شباب؟ عدد حقيقي موجب اكبر من الصفر استحاله يساوي صفر بس هو اكبر من ايه؟ من الصفر يبقى ده الداله الاسيه اساسه اس لازم الاساس يكون موجب ما يساويش الواحد لان لو بقى بيساوي الواحد هيبقى واحد اس اي حاجه بواحد واحد اس 2 واحد اس سالب 2 هيطلع لك بواحد فبقيتش داله اس بقت داله ثابته حلو تعالى بقى في الرسم بتاعها لما باجي ارسمها بتبقى لها رسمتين على حسب الاساس لو الاساس ده اكبر من الواحد يعني الاساس ده 2 اس س مثلا فالاتنين دي اللي هو الاساس عدد حقيقي موجب ما بيساويش الواحد بس هو اكبر من الواحد فتبقى رسمه الداله كده تزايديه حلو ولازم تمر بنقطه صفر واحد في الصادات لو انت مش مصدقني حط مكان السين صفر هيبقى 2 اس صفر كام؟ واحد تمام لكن لو الاساس ده ما بين الصفر والواحد زي دي نص اس سي هتبقى الداله يا شباب تناقصيه وبرده بتمر بنقطه منين يا شباب صفر وايه وواحد يبقى تبقى تزايديه لو الاساس اكبر من واحد تبقى تناقصيه لو الاساس ما بين الصفر ومين والواحد عندي بقى شويه تطبيقات وتعالى نرجع بس هنا كده المجال بتاعك مين كل الخط بتاع السينات ح المدى اللي فوق الصادات ح موجب فعلا المجال بتاع مين ح لان لو سقطتها على السنه هتاخد خط السنة كله المدى فوق الصادات كلها يعني حا يا شباب حا موجب بتبقى تزايديه امتى لما يبقى الاساس اكبر من واحد بتبقى تناقصيه امتى لما يبقى الاساس ما بين الصفر والواحد تطبيقات على الداله الاسيه حاجه اسمها النمو الاسي وحاجه اسمها التضاول الاسي قانونين كده بناخدهم بنعوض فيهم على طول تمام اول حاجه النمو الاسي دي القاعده بتاعته او ده القانون بتاعه الف واحد زائد ر اس ن هنعرف الكلام ده بنستخدمه لتمثيل الداله الاسيه بنسبه بنسبه لتمثيل النمو الاسي بنسبه بنسبه مئويه ثابته في فترات زمنيه متساويه يعني ايه؟ يعني ستك مثلا اشتريت تليفون ب 1000 جنيه والتليفون ده او سعر التليفونات بيغلى بنسبه 10% بعد ثلاث سنين عايز تبيع التليفون فاكيد هتكسب فيه فانا عايز اعرف بعد ثلاث سنين هتبيعه بكام؟ تعمل ايه؟ هتجيب ال 10% من سعر التليفون في اول سنه وفي ثاني سنه وفي ثالث سنه وتجمعهم مع النسبه الاصليه. دي الطريقة التقليدية لكن الطريقة بقى اللي مش تقليدية ان انت تعوض في الشكل ده اللي هو الف واحد زائد راء اس ن الف ده اللي هي القيمة الابتدائية لأي حاجة بتزيد أو بتنقص بس خلينا الف ده القيمة الابتدائية لأن أنت شغال في النمو لأي حاجة بتزيد الواحد ده ثابت الراه دي اسمها نسبة النمو لو التليفونات بتزيد بنسبة 10% يبقى 10 10 10 على 100 انا واحد من كام؟ من 10 النون دي بقى اللي هي عدد الفترات الزمنيه او بعد كام سنه دي الفترات اللي هي شباب الزمنيه. يعني هتعمل تعويض مباشر حسب المساله في القانون بتاع الف في واحد زائد راه قص ايه في حاجه اسمها ربح مركب بقى. سيادتك تيجي مثلا في البنك يقول لك بتحط فلوس فيقول لك فايده بعد سنه وعايز الربح بتاعك تاخده بعد آآ آآ ثلاث شهور يعني ربع سنه ولا بعد ست شهور ولا في اخر السنه ولا كل شهر. فبتستخدم القانون ده. هو هو القانون ده الف واحد زائد ر قص بس بتزود تحت س وتقسم وتضرب في النون فوق بس. س دي اسمها نسبة التقسيم. لو سنوي تحط مكان السن واحد. لو ربع سنوي تحط مكان السن كام؟ أربعة. لو شهري تحط مكان السن كام يا شباب؟ 12. تقسم النسبة السنوية على الـ 12 وتضرب النسبة السنوية دي في مين؟ في عدد السنوات. ده حتة الربح مين؟ المركب. كده احنا خلصنا التضاؤل. آه النمو. تعالى للتضاؤل بقى. التضاؤل هو هو نفس القانون ألف واحد ناقص راه أس ن بجبت حاجة والحاجة دي بتخسر. فهتستخدم القانون ده، ألف اللي هي القيمة الابتدائية الحاجة اللي أنا جبتها، في واحد ناقص واحد ثابت ناقص راه اللي هي النسبة اللي بتاعت الخسارة، أس ن اللي هي الفترات من يا شباب الزمنية. تعالى كده ناخد شوية أمثلة على الدالة الأسية والنمو الأسي والتضاري الأسي. دل س بتساوي أس س دالة أسية. الألف بتنتمي لإيه؟ والله الألف ده اللي هو الأساس اتفقنا إن هو يكون إيه؟ عدد حقيقي موجب. ما عدا مين؟ ما عدا الواحد. دور على في الاختيارات موجوده معايا الاجابه د. لو قال لك السي بقى اي عدد حقيقي. طب لو قال لك المدى تقول له ايه؟ تقول له ح يا إيه شباب ح موجب. تعالى في الرسمه بتاعه 24. الداله 2 اس س يمثلها الشكل بين مين؟ ما تتوهش. بص على الاساس كام؟ 2. قلت لك لو الاساس اكبر من واحد الداله بتبقى تزايديه. فدي تناقصيه هستبعدها. دي تناقصيه هستبعدها يبقى الاجابه يا اما ب يا اما د ب ما تنفعش لان هي كانت بتبقى تزايديه كده بتمر بالصفر والواحد دي مرت بمين بالواحد والصفر عشان كده ما تنفعش يبقى الاجابه الوحيده اللي تنفع بينا يا شباب د هي تزايديه عشان الاساس 2 اكبر من الواحد وبتمر بينا يا شباب بتمر بالصفر ومين والواحد لان انت لو حطيت صفر هيبقى 2 والصفر بكام بواحد يبقى هي فعلا الاجابه د السؤال 25 سؤال محترم بيقول لك الشكل المقابل يمثل الداله مين مبدئيا هي تناقصيه. يبقى لازم الاساس يكون ما بين الصفر والواحد. حلو. تعال هنا. 2 لا. 2 لا. 2 قس سالب سي لازم السين دي تبقى بالموجب، يعني 2 قس سالب اس سي. يعني نص اس سي. ده المفروض شكلها المظبوط. 3 قس سالب سي لازم السالب ده ينزل مع اللي تحت، يبقى 3 قس سالب واحد عشان تبقى السي لوحدها. ثلاثة وسالب واحد يعني تلت أس في ب ج الأساس نص الأساس تلت ما بين الصفر والواحد يبقى تنفع ب وتنفع مين ج. طب اللي هياكد لي مين فيهم خد أي نقطة عوض بيها. لو خدت ديت اللي هي الصفر واحد تحقق الاتنين. ما استفدتش حاجة. طب خد نقطة تانية هاخد النقطة دي اللي هي سالب واحد واتنين. هاخد الداله الاولانيه اللي هي نص اس س اجرب اعوض فيها مكان السين سالب واحد يعني نص اس سالب واحد يعني تطلع لك بكام باتنين الاتنين في الصادات اه يبقى هي دي فعلا لكن لو خدت تلت وحطيت مكان السين سالب واحد هيطلع لك تلاته وهي المفروض سالب واحد معاها مين؟ معاها الاتنين فدي ما تنفعش يبقى الاجابه الوحيده اللي تنفع مننا يا شباب الاجابه ب على طول اختار الاجابه ب السؤال 26 داله س بتساوي 3 اس س زائد اتنين هات لي داله السالب اتنين واحده واحده دالة سالب 2 معناها حط مكان السين سالب 2 بس كده. يبقى 3 أس سالب 2 زائد 2. هيساوي 3 دول هيروحوا يعني هيتفضل مكانهم سفر. 3 صفر. 3 أس صفر بكام؟ بواحد اللي هي موجوده معاك الإجابة ده. سؤال 27 4 أس س ناقص 1 دي الدالة. هات لي دالة س زائد 1. اللي جوة ده هو اللي هيتحط مكان السين بتاع الدالة. يعني 4 زي ما هي والسالب 1 زي ما هو مكان السين حط اللي جوة اللي هو س زائد 1. شكراً. ازاي الواحد يروح مع السالب 1 تبقى 4 اس سي دور عليها في الاختيارات 4 اس سي موجوده موجوده معاك الاجابه الاولى السؤال 28 3 اس س دي الداله هات لي قيمه س ده سؤال محترم بقى مهم جدا وبيجي مقالي بدل ما يقول لك اوجد قيمه س بدل ما يقول لك فان قيمه س يقول لك اوجد قيمه س ويشيل لك الاختيارات يعني بيجي هو هو مقالي 3 اس س دي الداله هات لي قيمه س اللي بتخلي داله س زائد 1 ناقص داله س ناقص 1 بتساوي 24 هو ده مش حل غير ان انا اجيب داله س زائد واحد فاحط مكان السين س زائد واحد يعني 3 اس س احط مكانها س زائد واحد ناقص داله س ناقص واحد يعني احط مكان السين ناقص س ناقص واحد يبقى 3 اس س ناقص واحد كل ده بيساوي كام يا شباب 24 فاكر حته تقسيم الاس ايوه يا استاذ هعملها هتبقى 3 اس س في 3 اس واحد قسمته نصين اهو ناقص 3 اس س في 3 اس سالب واحد بقسم عشان اقدر اخد 3 اس س دي عامل ايه مشترك حلو فهاخدها بعد كده عامل مشترك 3 اس س وافتح قوس لما اخدها من هنا يتفضل 3 لما اخدها من هنا يتفضل 3 اس سالب 1 يعني 1 على 3 كل ده بيساوي 4 وكام و20 هتحسب لي بالاله 3 ناقص 1 على 3 هيطلع لك 8 على 3 في 3 اس س بيساوي 24 ال 8 على 3 دي هقلبها بره يبقى 3 اس س بتساوي اللي بره 24 في مقلوب ال 8 على 3 اللي هو يبقى 3 على 8 احسبها بالاله هيطلع لي على 3 على 8 فيها 1 على 8 فيها 3 3 في 3 يعني 3 اس 2 كده 3 اس س هي 3 اس 2 الاساس بيساوي الاساس يبقى الاس بيساوي الاس يعني س بتساوي 2 موجوده معايا موجوده معايا الاجابه الاولى السؤال 29 الداله الاسيه اللي اساسها ا تزايديه امتى السؤال سؤال سهل جدا لما تبقى الالف اكبر من كام يا شباب بالواحد اللي هي موجوده معاك الاجابه ب السؤال رقم 30 تناقصيه امتى لما تبقى الالف ما بين الصفر والواحد اللي هي موجوده معاك الاجابه ج يعني نص ثلث ربع وهكذا السؤال 31 داله س بتساوي 2 اس سالب س الداله دي بتكون تناقصيه لما س بكام ركز كده معايا هو انا عايز اظبطها الاول عشان تبقى س موجب السالب هينزل على الاتنين يعني 2 اس سالب واحد وبقت اس س اهي نص اس مين اس س الدالة دي اصلا لو انت جيت ترسمها هي اصلا تراقصية عشان الاساس ما بين الصفر ومين ومين والواحد طب تراقصية امتى؟ كلها تناقصية امتى في المجال بتاعها اللي هو مين؟ اللي هو ح الخط كله يبقى على طول بتبقى تراقصية لما سين يعني لما المجال بتاعها يبقى أي عدد حقيقي يبقى على طول إجابتك الإجابة الأولى. سؤال رقم 32 أي من الدوال تكون متزايدة؟ هتختار الدالة اللي أساسها أكبر من الواحد. النص لا 2 على 3 لا مش أكبر من واحد التلاتة أكبر من الواحد أستاذ بس عليها سالب يعني هي تلاتة أس سالب واحد أس سي يعني هي وتلت أس سي فكده الأساس تلت مش أكبر من 1 يبقى هي الإجابة يا شباب الإجابة د خمسة أس سي الأساس أكبر من واحد يبقى على طول هي دي الدالة الوحيدة التزايدية صار رقم 33 أي من الدوال الآتية تمثل نماء أس برضو الألف أكبر من واحد أهي اللي هي الإجابة يا شباب الإجابة ج 2 أس سالب يعني نص اس ما تنفعش تبقى نماء ما ينفعش تبقى تزايديه طولت ما ينفعش مش اكبر من واحد طولت ما ينفعش مش اكبر من واحد يبقى الوحيده اللي تنفع ان هي تبقى ثلاثه اس سي الثلاثه الاساس اكبر من الواحد يبقى فعلا داله نماء اس تعالى لي تضاءل اسي لازم تختار اللي تحت ده اقل من اقل من مين يا شباب اقل من الواحد طب ركز بقى معايا كده دي ما تنفعش اكبر من الواحد دي ما تنفعش اكبر من الواحد دي السالب هيقلب ده فهيخليها 3 اس سي برضه ما تنفعش اكبر واحد يبقى هي دي الاساس اللي هو 2 على 3 ده ما بين الصفر وما بين مين يا شباب الواحد يبقى هي دي داله التضاؤل الاس بتاعتك يبقى تختار الاجابه د سؤال رقم 35 وسؤال محترم منحنى الشكل المقابل يمثل منحنى الداله ص بتساوي ا اس سي هات لي الالف مبدئيا أي. اي نقطه بتمر بيها الداله بتحقق الداله فالنقطه اللي بتمر بيها هي 2 و16 يعني السين ب2 والص ب16 فانت عندك الدالة ص بتساوي أ أس س بتمر بالنقطة 2 و16 فينفع أحط مكان السين 2 وينفع تحط مكان الصاد كام؟ 16 يبقى أ أس 2 هتساوي ص اللي هي 16 اللي هي 4 أس 2. الأساس بي... الأس, بيساوي الأس بيساوي الأس بس ده زوجي يبقى الأساس بيساوي الأساس بالموجب والسالب يا يعني إما 4 يا يعني إما سالب 4. السالب مرفوض لأن أصلا ما ينفعش الأساس ده يكون عدد سالب. لان الاساس ده اللي هو الالف قلت لك في الشرح عدد حقيقي موجب مع عدد واحد فما ينفعش يكون ايه سالب يبقى الالف هتبقى بس بكام يا شباب باربعه اللي هي موجوده معاك الاجابه مين؟ الاجابه ج. السؤال 36 على مساله النمو وفي سؤال على مساله التضاؤل. جمله مبلغ 5000 جنيه موضوع في بنك يعطي فائده مركبه سنويه قدرها 5% لمده سبع سنوات. قلت لك في طبعا انت بتعرف ان بيزيد فطالما فايده يبقى في تزايد فبتستخدم ده النون بتساوي الف في واحد زائد ر اس ن الالف دي اللي هي القيمه الابتدائيه اللي, اللي هي 5000 واحد ده ثابت زائد ر دي اللي هي نسبه النمو اللي هي الفايده اللي هي 5 على 100 يعني 5 من 100 اس ن اللي هي الفترات سبع سنوات تحسب دي بالاله هتلاقيها 7035 ونص اللي هي موجوده معاك الاجابه ج يبقى انت بعد 7 سنين هتاخد ال 5000 دول ايه يا شباب؟ 7000 كام؟ 5 وكام؟ 30 السؤال 37 اشترى جلال سياره بمبلغ 200,000 جنيه فاذا كان سعر السياره يتناقص بيقل بمعدل 4.% من 10 في المائة. اي من الدوال يعبر عن سعر السياره؟ اكتب القانون دي مساله تناقص يبقى 1000 1 ناقص ره أس ن أ اللي هو السعر الابتدائي 200,000 1 ناقص ره اوعى تقول لي 4% من 100. ده هي 4 من 10 على 100 4 من 10% يعني 4 من 10 عالمية، يعني 4 وفي صفرين وفي علامة، يعني 4 من 1000، أُس كام يا شباب أُس ن. دي هتحسبها بالآلة، لأن أنا في في النص كده كله محسوب، هيطلع لك 9، 9، 6 من 1000، أُس ن مضروب في الـ 200 إيه يا شباب؟ في الـ 200 ألف. دور على في الاختيارات موجوده معاك يا شباب الاجابه مين؟ الاجابه ب بقى انت عايز تعوض بعد سنتين بعد ثلاثه تحط مكان النون اثنين ثلاثه زي ما يكون بس هو هنا عايزها ايه؟ الداله نفسها من غير تعويض في النون فسيبها زي كده زي ما هي. كده احنا خلصنا الجبر هندخل دلوقتي على مين يا شباب؟ على القانون والنتيجه. القانون ده في النهايات في التفاضل. بيقول لك نظريه اربعه لو انت عايز تحسب نهايه س تقول لالف لازم الشروط الأساسية دي تتحقق يا شباب عشان تطبق القانون. س، أ، لازم تبقى موجود هنا س، وهنا أ. ولازم في المقام س، وهنا أ. ولازم الأسس اللي فوق تكون متشابهة. لو الشكل ده اتحقق في أي مسألة إن أنت بتجيب نهاية ل س، بتقول لرقم، وهنا س، وهنا الرقم، وهنا س، وهنا الرقم، وهنا الأسس اللي فوق في البسط متساوية، طبق القانون ده. اللي هو إيه؟ نزل الأس، نزل الأساس، اطرح من الأس واحد. يعني إيه؟ يعني س أس خمسة ناقص تلاتة أس خمسة. على س ناقص 3 عايز احسب النهايه بتاعتها لما س تقول ل 3 هتقعد بقى تحلل وتختصر والكلام ده لا مش هتقدر فتعمل ايه س 3 س 3 س 3 الاسس فوق 5 متساويه طبق القانون الاس ينزل في الاساس 3 واطرح من الاس فوق ال 3 كام 1 واحسبها بالاله يعني 5 في 3 اس كام يا شباب اس 4 ادي عامل الموضوع بكل بساطه طب عندي نتيجه على القانون ده لو في اسس فوق وفي اسس تحت تحت هنا ما في القانون ما فيش اسس واحد هتعمل ايه هتقسم الاس على الاس نون على مين وتنزل الاساس وتطرح الاس من الاس وده هو ده على فكره لان كنت بطرح النون من كام من واحد يعني لو هي س اس 5 ناقص 3 اس 5 على س اس 2 ناقص 3 اس 2 طبق القانون النتيجه يعني 5 على 2 اللي هو الاس على الاس ناقص 3 تنزل في 3 تنزل واطرح الاسس خمسة ناقص اتنين بتحسبها يا شباب؟ بالآلة. عندي نتيجة تانية بحلها على طول. وبستخدمها لو س تقول لكام كام؟ لصفر. وهنا تحت س بس. وهنا س جنبها رقم وهنا الرقم بره وهنا في ن. نعمل ايه؟ طبق القانون على طول. النون تنزل والاساس ينزل واطرح من النون كام؟ واحد. اديني مثال. نهاية س تقول لي صفر. س زائد خمسة أس سبعة. ناقص خمسة أس سبعة على س نعمل إيه محترم؟ أنزل النون اللي هي السبعة اللي هو الأس في الأساس اللي هو الخمسة وأطرح من الأس واحد يبقى كام؟ يبقى ست أدي عمل الموضوع بكل بساطة طب ليه عملنا كده؟ لأن أنا لو جيت عدلت في النهاية أنت عايز هنا ده يكون موجود هنا فأنا هزود هنا خمسة عشان هي س زائد خمسة يبقى هزود بره خمسة يبقى س تقول لي سفر هي هي س زائد خمسة تقول لي خمسة حلو يبقى ده س زائد خمسة أس سبعة وهنا بقى يمين خمسة طب دي س هزود عليها خمسه واطرح منها خمسه بقى ده وده بقى اللي هم موجودين هنا موجودين هنا تحت طبق القانون سبعه في خمسه اس سبعه ناقص كام يا شباب ناقص واحد هتفهم اكتر بحل التمارين تعالى كده نشوف اول مثال بيقول لك نهايه سبعه س اس سبعه ناقص واحد لما س تقول لواحد على س ناقص واحد مبدئيا دي س دي واحد دي س دي واحد دي س دي واحد حلو يبقى ده قانون الأسس فوق دي سبعة، دي مفيش فيها حاجة، ما هو الواحد ده هو واحد أس أي حاجة، يبقى واحد أس سبعة. حلو، طبق القانون، الأس ينزل اللي هو السبعة في الأساس اللي هو واحد، واطرح من الأس واحد، يبقى سبعة في واحد أس ستة، يعني كم يا شباب سبعة اللي هي موجودة معاك الإجابة الأولى. ندخل على السؤال 39 بيقول لك عايز نهاية سين أس ستة ناقص 64 على س ناقص 2 لما سين تقول لي واحد. طبعًا لأول مرة هتبص هتحس إن السؤال آه سؤال قانون. وهو ولا قانون على حاجه ليه؟ لان دي س دي واحد دي س دي 64 فمش هتبقى واحد اس 6 دي س دي كام؟ دي 2 فانت بتجرب في اي مساله بتعمل عمليه التعويض بتاعتك عاديه فانا هعوض مكان الس بواحد يبقى واحد اس 6 ناقص 64 على واحد ناقص 2 يعني واحد ناقص 64 يعني سالب 63 واحد ناقص 2 يعني سالب واحد السالب يروح مع السالب فهتديك كام يا شباب 63 يعني دي مساله تعويض عاديه يبقى اجابتك على طول تبقى الاجابه د السؤال 40 س تقول ل سين س أس ن ناقص ألف على س أس م ناقص ألف أس م مسألة إن أو قانون النتيجة على طول هتقسم الأس على الأس يعني ن على م من غير ما تبص في الاختيارات في الأساس اللي هو ألف وتطرح الأسس من بعض يعني ن ناقص م هتدور على الشكل دوت في الاختيارات هتلاقيه موجود معاك أهو يا شباب ن على م في ألف أس ن ناقص م دي ما نفعتش ليه لأن دي م ناقص إيه ن دي ما نفعتش ليه لأن دي م على ن مش ن على إيه على م وأول واحدة طبعًا بره عن المقارنة خالص. السؤال رقم 41، سؤال مقالي على النهايات. في شغل قديم مع الشغل الجديد. بيقول لك هات لي نهاية س تقول ل 2 ل س أس 7 ناقص 128 على س أس 2 زائد 3 س ناقص 10. هتبدأ في المسألة في الأول تعوّض 2 أس 7 مكان الس بالرقم اللي الس بتقول له ناقص 128 على 2 أس 2 زائد 3 في 2 ناقص 10 هيطلع لك فوق بصفر وتحت بصفر. صفر على صفر دي يعني كمية غير معينة. هنعينها ازاي يا شباب؟ بالتحليل. س أس 7 مالهاش تحليل ناقص 128 دي سيبها زي ما هي هنحلل اللي تحت. اللي تحت ده هيتحلل قوسين. س تربيع تبقى س و السالب يبقى سالب وموجب. آه كم في كم بقى 10 والفرق ما بينهم 3 2 في 5 ادي 2 وادي 5. دي اللي ينفع تشتغل مع دي. دي س تقول 2 هنا س وهنا 2. ال 128 دي ينفع تبقى 2 أس 7 يبقى هشغل دي مع دي ودي اسيبها لوحدها يبقى على طول هقسم المساله نهايتين س تؤول 2 ل س أس 7 ومكان ال 128 احط 2 أس 7 وجرب بالاله لو مش مصدقني. على س ناقص 2 كل ده مضروب في دي اللي هو نهايه س تؤول 2 ما اقولش بقى س زائد 5 هي في المقام يعني واحد على س زائد كام يا شباب زائد 5 طبق القانون هنا طبق التعويض المباشر هنا التعويض المباشر هنا 1 على 2 زائد 5 يعني على 7. تطبيق القانون من هنا، الأس ينزل. الأساس 2، وأطرح من السبعة 1 يبقى كام؟ 6. السبعة تروح مع السبعة يتفضل لك 2 أس 6 يعني 4 وكام يا شباب؟ 64 السؤال 42، نهاية ه تقول لي صفر لـ س زائد ه أس 5 ناقص س أس 5 على ه. قلت لك شبهها في النتيجة رقم 2. نهاية س تقول لي صفر لـ س زائد ألف. اس ن ناقص الف اس ن على س هو هنا مبدل السين به يعني هو هنا عاملها ه تقول لي س عادي جدا دي س زائد ه يعني هي 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 زائد س اس ن وبره في س اللي هو الرقم اللي انا ضفته هنا او الرمز اللي انا ضفته هنا اس ن على مين يا شباب على ه يبقى التطبيق المباشر هيبقى ايه هيبقى ده مكانه خمسة وده مكانه خمسة الاس اللي هو خمسة في الاساس اللي هو س واطرح من الاس واحد يبقى كام يا شباب يبقى اربعة يبقى اجابتك خمسة س اس اربعة اللي هي موجودة معاك الاجابة ب السؤال رقم 43 بيقول لك نهايه س زائد 3 اس 5 ناقص 1 على س زائد 2 لما س تؤول لسالب 2 سؤال محترم جدا هتعوض مكان الس بسالب 2 هيطلع لك فوق صفر وتحت صفر يعني غير معين بص بقى محترم دي س هو هنا كاتبها س زائد 3 فانا عايز اخلي دي زي دي يبقى أزود عليها 3 وطالما هزود في اليمين 3 يبقى أزود في الشمال 3 يبقى سالب 2 و3 كام؟ 1 وادي النهايه. وادي س زائد 3 اس 5. ناقص واحد اللي هو طلع ظهر هنا عندي بره الجنب الثاني والواحد ده هيبقى اس كام برضه ينفع؟ اس 5. نيجي بقى للي تحت. س زائد 2 دي انت عايزها ايه؟ انا عايز دي ناقص دي. طب ما هي س زائد 2 هي س زائد 3 ناقص 1. يبقى احط مكانها س زائد 3 ناقص كم يا شباب؟ ناقص واحد. كده بقت مساله شبه القانون بالظبط. ده وده موجودين فوق وموجودين تحت وقصص فوق متساوي. طبق القانون الاس ينزل في الاساس اللي هو واحد واطرح من الاس واحد يبقى كام؟ يبقى اربعه يبقى الاجابه بتاعتك هتبقى كام يا شباب؟ خمسه في واحد اس اربعه يعني بخمسه وكده السؤال يبقى خلص. ندخل على الدرس الثاني عندك في التفاضل لمحتوى شهر نوفمبر درس نهايه الداله عند اللا نهايه عندي نظريه النظريه بتقول ايه لو انت بتاخد نهايه الواحد على س لما الس تقول لي ما لا نهايه الناتج بتاعك يبقى بصفر يبقى لو الكسر مقامه س وبتعوض بما لا نهايه الناتج بتاعك يبقى يبقى عندي نتيجة بتقول لو انت بتقسم رقم على س والسين بتعوض مكانها بلا نهاية الناتج بتاعك هيبقى برده بكام يا شباب هيبقى بصفر. وعندي نظرية ثانيه أو عندي نتيجة تانية لو رقم على س فوقيها أس يعني س أس 2 أس 1 أس 3 أس 4 وأنت بتعوض مكان السين بلا نهاية الناتج هيبقى برده بكام يا شباب هيبقى بصفر. الكلام ده جه منين؟ جه إن أنا لما عوضت حطيت مكان السين مثلا 10 100 1000 عوضت بيها في واحد على س واحد من عشرة. واحد على واحد على س حطيت مكان السين 100 يبقى إيه واحد من 100 انا كل ده رايح لما لا نهايه 10 100 1000 رايح لفين؟ لما لا نهايه الارقام بتاعت الداله بيحصل فيها ايه؟ بت 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 بتصغر بتبقى واحد من 1000 واحد من 10000 وهكذا ايه ده؟ يعني بتقترب من كام؟ من الصفر فعشان كده بقول لك نهايه واحد على س لما السين بما لا نهايه تقول لي على طول بكام يا شباب؟ بسبتة طب لو قابلك نهايه خمسه على سي والسين بتقول لمالا لا نهايه برضو بكام؟ بسبتة طب خمسة على سين اس 3 والسين بتقول لما لا نهايه هتبقى برضه بكام يا شباب هتبقى بصفر اي كسر مقامه س والسين بمالا نهايه النتيجه او النظريه بتقول لك ان هي بكام قيمه بكام يا شباب بصفر طبعا تعالى كده بقى وانت بتحل مسائل الملا نهايه في مسائل بتيجي بالتعويض على طول وفي مسائل بنعمل فيها شغل فعايزك تركز معايا وانا بحسب بقى نهايه دالة كسريه داله فوق وداله تحت عندي ثلاث احتمالات للنواتج اول احتمال ان النهاية تطلع لي عدد ما يساويش الصفر لو درجة البسط بتساوي درجة المقام، يعني ايه؟ يعني أنا لو بحسب نهاية 5 س زائد 3 على 4 س ناقص 2. درجة البسط واحد، درجة المقام واحد. الناتج بتاعك هيبقى عدد حقيقي، اللي هو بقى بجيبه ازاي؟ المعامل بتاع البسط على المعامل بتاع المقام، يعني 5 على مين يا شباب على الأربعة. شكراً. طب الكلام ده جه منين؟ قال لك أنت عشان أصلاً تحلها في العادي تقسم البسط والمقام على أكبر س في المقام. يبقى عشان أحل مسائل ما لا نهاية في العادي أقسم البسط والمقام على أكبر سين الله ينور عليك في المقام. يعني خمسة س أقسمها على س أكبر س في المقام اللي هي س. وتلاتة أقسمها على س. وأربعة س أقسمها على س. والإثنين أقسمها على س. الس راحت مع السين الس راحت مع الس. تيجي تعوّض ثاني بما لا نهاية هتلاقي دي مقامها س، دي مقامها س، يعني بسافر. فهتصف معاك على مين؟ 5 على 4 طب ما انا على طول يا استاذ لو درجه البسط بتساوي درجه المقام الناتج معامل البسط على معامل المقام يبقى 5 على 4 طب لو درجه البسط اصغر من درجه المقام النهايه على طول انت محمد عينيك تبقى بصفر يعني لو هي 5 س زائد 3 على 4 س تربيع ناقص 2 درجه البسط 1 درجه المقام 2 الناتج على طول كده طالما درجه البسط اقل من درجه المقام يبقى بكام يا شباب يبقى بصفر طب لو درجه البسط اكبر من درجه المقام النهايه بتاعتك الناتج بتاعها هيبقى يا اما ما لا نهايه موجبه يا اما ما لا نهايه سالبه ازاي يا استاذ على قول سيادتك لو انت قلبت 4 س تربيع ناقص 2 على 5 س زائد 3 هتقسم على مين عشان تحلها لازم يكون عندك صور فانا هقسم على اكبر س في المقام اكبر س في المقام اللي هي س فهقسم 4 س تربيع على س يعني 4 س 2 على س تبقى 2 على س 5 س على س يبقى 5 3 على س يبقى 3 على س اي كسر مقامه السين والسين, والسين بما لا نهايه طب ويبقى بصفر ده راح ده راح فضل لك 4 س طب 4 في ما لا نهايه بكام بما لا نهايه على مين على 5 طب ما لا نهايه على 5 بكام بما لا نهايه طب لو هي سالب 4 س هتبقى سالب ما لا نهايه وصلت يبقى الناتج بتاعك لو درجه البسط اكبر من درجه المقام يبقى ما لا نهايه موجب يبقى ما لا نهايه يا شباب سالب تعال ناخد مسائل عايز نهاية س تكعيب زائد 5 على س مضروبة في 2 س أس 2 زائد 3 لما س تقول لي ما لا نهاية. والله يا أستاذ أنا هوزع تحت. ادي س تكعيب زائد 5 اوزع تحت س في 2 س تربيع ب 2 س تكعيب س في 3 ب 3 س درجه البسط 3 درجه المقام 3. يبقى كده الناتج بتاعك هيبقى عدد حقيقي لا يساوي الصفر اللي هو مين؟ معامل البسط على معامل المقام. يعني الناتج بتاعك هيبقى كام يا شباب؟ هيبقى <applause> نص اللي هو موجود معاك الاجابه ج. السؤال 45 هات لي قيمه نهايه س أس 7 زائد 5 على س على 3 س أس 4 ناقص 8 لما الس تبقى بما لا نهايه. هنعمل ايه يا شباب؟ درجه البسط اكبر من درجه المقام يبقى الناتج بتاعك هيبقى ما نهايه او سالب ما نهايه دي مقالي فلازم اعمل خطوات خطواتك إن انت هتبدا تعوض بما لا نهايه فيبقى ما نهايه زائد خمسة بما لا نهايه ما نهايه ناقص 8 بما لا نهايه ما نهايه على ما لا نهايه شبه صفر على صفر غير معينه هنعينها ازاي هنقسم على اكبر سين في المقام اللي هي سين اس 4 فهقسم سين اس سبعة على سين اس أربعة يدينا سين اس تلاتة خمسة على سين اس 4 يبقى 5 على سين اس 4 مفيش اختصارات 3 س أس 4 على س أس 4 يبقى 3 8 على س أس 4 يبقى 8 على س أس 4 وادي النهاية وادي الس تقول لما لا نهاية أي كسر مقامه س بصفر طبعا اشطب عليه وتفضل ايه س أس 3 على 3 هتحط ما لا نهاية ما لا نهاية أس 3 يعني ما لا نهاية على مين على 3 ما لا نهاية على 3 هي ما لا نهاية طب لو ما لا نهاية على سالب 3 كانت هتبقى سالب ما لا نهاية. نهاية اتعامل معاها كأنها إشارات موجب ما لا نهاية على سالب 3 مثلا يدينا موجب على سالب ب بسالب يبقى سالب ما لا نهايه لكن هي ما لا نهايه موجبه على الثلاثه الموجبه الناتج يبقى ما لا نهايه ليه يا شباب الموجب رقم 46 ومش محتاج فيها مجهود ليه لان الاسس اللي في المساله دي سالبه وانا لسه قايل لك في الدرس بتاع الاسس الكسريه ان انا ممكن اقلب اخليها موجب عن طريق ان انا شقلبها فهي س اس سالب 3 لو عايز اخلي الاس بالموجب تبقى ايه هي 1 على س اس 3 اللي هي اصلا انا عايزها في مساله المال ان هي اللي تبقى على شكل كسر فهي كده كده اصلا على شكل كسر بس هو بس عايزك تبقى عارف ان الاسس سالبه تحولها تبقى ايه تبقى موجبه فتقلب حلو طب 3 س اس سالب 2 هي هي مين 3 على س اس 2 زائد مين زائد 1 انزل تحت س اس سالب 2 هي هي مين 1 على س اس 2 س اس سالب 1 هي 1 على س زائد كام 3 انا ما عملتش حاجه بس غير ان انا ظبطت المسألة انا خليت الأسس السالبة مجموعة النظرية بتقول لك إيه أي كسر مقامه سين وأنت بتحط ما لا نهاية يبقى في صفر فده راح ده راح ده راح ده راح صفيت لك مين؟ واحد على الثلاثة موجودة معاك؟ موجودة معاك الإجابة د السؤال 47 وسؤال محترم بيقول لك نهاية 12 أس 1 على س على س زائد 7 هتعوض مكان السم بما لا نهاية فبقت 12، واحد على س ده اصلا لما الس لا نهايه بصفر، يعني 12 أس صفر. وملا نهايه زائد زائد سبعه، ملا نهايه. 12 أس صفر بكام؟ بواحد. على مين؟ على ملا نهايه. واحد على ملا نهايه اللي هو واحد على س، انا كنت بحط مكان الس ما لا نهايه، اللي هي تبقى بكام يا شباب؟ تبقى بصفر، يبقى على طول اجابتك الاجابه ب. سؤال 48، نهايه ا س تربيع ناقص 5 س على 2 س زائد 3 س تربيع بيساوي 3، الالف تبقى بكام؟ مبدئيا هي بتساوي كام؟ 3 يعني بتساوي عدد حقيقي. لا يساوي الصفر. أنا لسه قايل من شوية النهاية هي تبقى عدد حقيقي لما تبقى درجة البسط بتساوي درجة المقام. طب ما درجة البسط 2 درجة المقام 2. يبقى الناتج بتاعك هو معامل البسط على معامل المقام. يعني الألف على الثلاثة هو الناتج بتاع النهاية اللي هو كام يا شباب؟ اللي هو ثلاثة. تعمل ايه بقى محترم عشان تجيب الالف اعمل مقص التلاتة في ثلاثة يبقى الالف هتساوي كام تسعة اللي هي موجودة معاك الاجابة من يا شباب الاجابة جيم ندخل على اخر حاجة عند سيادتك في مراجعة نوفمبر مادة الرياضة البحتة درس حساب المثلثات اللي هو بيكلمك على قانون جيب التمام القانون ده بستخدمه امتى بستخدمه لو انا عرفت دلعين وزاوية محصورة بينهم يعني لو عندي المثلث ده عندي الضلع ج شرطه وعندي الضلع ب شرطه الضلع ج شرطه هو الدلع المقابل لزاويه ج الضلع ب شرطه هو الدلع المقابل لزاويه ب وعندي الزاويه المحصوره ما بينهم اللي هي زاويه ألف تقدر تجيب الضلع الناقص اللي هو مين ألف شرطه بالقانون ده اول حاجه لو انت عايز تجيب ألف شرطه في القانون بتاع الجتا تحط عليه تربيع تعمل يساوي تكتب الضلعين اللي عندك متربعين يعني ب شرطه تربيع ج شرطه تربيع مجموعين مع بعض صعبه يبقى انا عايز ده يبقى اللي موجود أربحه واجمعهم ناقص اتنين ثابته الاتنين اللي موجودين عندك اضربهم في بعض ب شرطه في ج شرطه من غير تربية في جتا الزاويه اللي ما بينهم اللي هي زاويه مين يا شباب اللي هي زاويه الف الف دي اللي قصاد مين قصاد الف شرطه اللي بره طب لو عايز ب شرطه تربيع يبقى اكيد موجود مين الف شرطه تربيع او ج شرطه تربيع يبقى بعد الناقص اتنين الف شرطه ج شرطه من غير تربية في جتا مين الزاويه اللي قصاد الضلع اللي انا بجيبه فانا بجيب ب شرطه يبقى الزاويه مين زاويه ب طب لو عايز جيم شرطة تربيع يبقى موجود مين؟ ألف شرطة وبيشرطة شرطة ربحهم واجمعهم ناقص اتنين حاصل ضربهم من غير تربيه في جتا مين؟ الزاوية اللي قصاد جيم شرطة هي زاوية جي شكرا ممكن بقى من القانون ده تجيب جتا الزاوية اللي هو القانون اللي جاي والقانون اللي جاي بيجيب لي الزوايا لو انا عرفت الاضلاع يبقى انت بتستخدم قانون جيب التمام لو انت عندك ضلعين وزاويه محصوره او عندك ثلاث اضلاع لو عندي ضلعين وزاويه محصوره اجيب الضلع الثالث لو عندي ثلاث اضلاع اجيب اي زاويه من ثلاث زوايا حلو الكلام دوت يعني أنا لو عندي الف شرطه ب شرطه ج شرطه اقدر اجيب زاويه الف اقدر اجيب زاويه الف ازاي يعني يا استاذ بالقانون ده جتا الف بيساوي ب شرطه تربيع زائد ج شرطه تربيع ناقص الف شرطه تربيع على 2 ب شرطه ج شرطه القانون ده جه منين من القانون اللي فات احنا اتفقنا ان الف شرطه تربيع بيساوي ايه ب شرطه تربيع زائد ج شرطه تربيع ناقص 2 ب شرطه ج شرطه جتا الف طب انا عايز دي محترم هطلع دي كلها بره يبقى 2 ب شرطه ج شرطه جتا ا بيساوي ده جوه زي ما هو ب شرطه تربيع زائد ج شرطه تربيع وادخل ا شرطه جوه يبقى ناقص ا شرطه تربيع على بقى هتسمع اللي قدام الجتا 2 ب شرطه ج شرطه 2 ب شرطه ج شرطه ايه ده ده هو ده يديني جتا ألف طب انا يا استاذ اقعد اكتب ده واقعد اطلع وادخل والكلام ده لا تعالى سأستمالك بطريقه سهله انت مثلا عايز تجيب جتا ب فتيجي عامل شرطه كسر عامل زائد عامل ناقص بعد الناقص الضلع اللي قصاد ب اللي هو ب شرط ربعه يبقى عند الزائد الضلعين التانيين الف شرطه وجيم شرط وتحت اتنين حاصل ضرب الاتنين الاولين دول من غير شرط طب لو عايز جتا جيم زائد ناقص في البسط بعد الناقص جيم شرط اللي قصاد الزاويه اللي انت بتجيبها يبقى فاضل مين الف شرطه تربيع وبيه شرط تربيه على مين على اتنين حاصل ضربهم قيس على كده بقى لو المثلث اسمه س ص ايه لو عايز جتا سي شرطه كسر زائد ناقص بعد الناقص الضلع اللي قصاد السي اللي هو س شرطه تربيع يبقى عندي الزائد في مين في ص شرطه تربيع وفي ع شرطه تربية اللي هم الباقي يبقى تحت 2 ص شرطه ع شرطه من غير تربية وبعد ما تحسب ده بالاله يبقى انت عندك الجتا تعمل بالاله شيفت ايه يا شباب شيفت كوزين تجيب الزاويه على طول تعالى كده شوف مثال بيقول لي في المثلث س ص ع س شرطه تربيع زائد ص شرطه تربيع ناقص ع شرطه تربيع على 2 س شرطه ص شرطه هو جتا مين الزاويه اللي اللي قصاد الضلع اللي بعد الناقص فاللي بعد الناقص مين؟ عين شرطه يبقى هي الزاويه مين؟ الزاويه عين يبقى دي هي جتا مين يا شباب؟ جتا عين اللي هي موجوده معاك الاجابه ج طب لو بعد الناقص س شرطه يبقى هي جت جتا س طب لو بعد الناقص ص شرطه يبقى هي جتا مين يا شباب؟ جتا ص تعالى في مثال 50 وسؤال محترم تعالى بقى ركز معايا فيه بيقول لك في المثلث ا ب ج هات لي جتا ا زائد ب مبدئيا كده هرجعك ثانوي معلش استحمل معايا شويه المثلث اسمه الف ب ج جي. الزاويه ج في المثلث بتبقى عباره عن ايه لو انا عندي دي وعندي دي وعايز اجيب ج بعمل ايه بجمعهم اطرح 180 يبقى زاويه ج في المثلث هي 180 ناقص الف و ب يبقى معنى الكلام ان زاويه الف و ب هي 180 ناقص زاويه مين ناقص زاويه ج صعبه يبقى مجموع زاويتين في المثلث هو 180 ناقص الزاويه الثالثه طب انا لقيت ا زائد ب يبقى هو 180 ناقص الزاويه الثالثه اللي هي زاويه مين يا شباب اللي هي زاويه ج ترجع معايا معلش الاولى سالو زي ما قلت لك 180 ناقص دي في الربع الكام الثاني الربع الثاني ده بيطلع لي موجب مع الجا ومقلوبها اللي هو القا لكن بيطلع لي سالب مع الظا والجتا ومقالبه فهي معاها جتا والزاويه في الربع الثاني جرب كده اعمل الاله جتا 120 هتطلع لك سالب فجتا 180 ناقص ج يعني جتا زاويه في الربع الثاني يعني هتبقى بالسالب والجتا تمسك في زاويه مين يا شباب في زاويه ج؟ ده كان درس اسمه في اولى ثانوي الزوايا المنتسبه اللي هم الزوايا الفرق ما بينهم والمجموع ما بينهم 180 او 90 او 270 او 300 وكام و60 فانت ثبتها قاعده جتا 180 ناقص زاويه هي سالب جتا الزاويه جتا 180 ناقص زاويه هي سالب جتا الزاويه حلو يبقى انا وصلت من اولى ثانوي ان جتا ا زائد ب هي سالب جتا ج اللي هو سالب جتا الزاويه الثالثه تعالى بقى سالب جتا ج خلي السالب دلوقتي ادي شرطه كاس الجتا ج انا ما بصيتش على الاختيارات بكتبها ازاي بكتب زائد ناقص بعد الناقص الضلع اللي قصاد الزاويه اللي انا بجيبها اللي هو ج شرطه تربيع يبقى فاضل مين الضلعين التانيين ا شرطه تربيع وبي شرطه تربيع وتحت اتنين حاصل ضربهم من غير تربيع حلو الكلام دوت آه السالب ده ممكن يغير دول يعني خلي دي بالسالب ودي بالسالب ودي تبقى بالموجب يعني ممكن تبقى جيم شرطه في الاول وبعد كده الف شرطه تربيع وبعد كده ب شرطه تربيع بالسالب، السالب غير اللي بالموجب وخلى اللي بالسالب ايه موجب. على اتنين الف شرطه ب ايه يا شباب ب شرطه. فانت الاجابه يا تبقى سالب جتا ج اللي هي موجوده معاك الاجابه ب يا ما يكتبلكش دي يكتبلك دي اللي انت تفك جتا ج بالقانون بتاع الجتا. تعالى في المثال 51 لم شرطة بخمسة ميم شرطة بسبعة زاوية نون ب 60 المثلث اسمه لم ميم نون هرسم عشان تفهم بس لكن انا كنت ممكن احل على طول ادي لام ميم نون ده لم شرطة اللي هو مدوني بخمسة دي ميم شرطة اللي هو قصاد الزاوية م اللي هو مدالي بسبعة دي زاوية نون اللي هي بستين 60 فدول ضلعين وزاوية محصورة يبقى ده قانون مين؟ الجتا عايز اجيب ن شرطه اللي هو الضلع التالت بيتجاب ازاي بالقانون؟ ن شرطه تربيع بيساوي زائد الضلعين اللي عندي لا شرطه تربيع م شرطه تربيع ناقص اثنين حاصل ضربهم لا شرطه م شرطه جتا الزاويه اللي قصاد الضلع اللي انا بجيبه يعني جتا ن عوض بقى خمسه تربيع زائد ميم شرطه سبعه تربيع ناقص اثنين في خمسه في سبعه في جتا نون يعني جتا كم محترم 60 هتحسب دي بالآلة كده انا جبت ن شرطه تربيع يبقى ن شرطه تاخد جذر للناتج اللي يطلع لك بالاله. يعني لو افترضنا ان ده بتسعه يبقى ن شرطه تربيع بتسعه يبقى ن شرطه جذر التسعه يبقى تلاته. طب ده هيطلع رقم غريب شويه مش عارف 39 وشويه. تمام هتاخد له الجذر يطلع لك 6 و من كام يا شباب من 10 تقريبا اللي هي موجوده معاك الاجابه الاولى. السؤال 52 س شرطه بتساوي ص شرطه هات لي جتا س هي جتا س بتساوي ايه؟ اكتب قانون ما أبصش على الاختيارات. شرطه كسر. زائد ناقص بعد الناقص الضلع س شرطه تربيع يبقى فاضل ص شرطه تربيع ع شرطه تربيع 2 ص شرطه ع شرطه هو قال لك س شرطه هي ص شرطه طب ما ص شرطه تربيع وس شرطه تربيع موجودين في البسط مطروحين من بعض فطالما هما الاثنين متساويين يبقى طرحهم بصفر فهتصفي معاك على مين على ع شرطه تربيع على 2 ص شرطه ع شرطه فالعين شرطه اللي تحت هتروح مع التربية فهتصف معاك على مين على عين شرطه بس على اتنين من شباب سات شرطة دور على ضيف الاختيارات عين شرطه على اتنين سات شرطة هتلاقي موجوده معاك الاجابه ب السؤال 53 وخمسين وانا حليته من شويه جتا ا زائد ب قلت هتبقى هي هي جتا مين ج بس باشاره يا شباب باشاره سالبه حلو جتا ج دي لما انا جيت جبتها كانت هي قلت لك زائد ناقص ج شرطه تربيع ألف شرطه تربيع ب شرطه تربيع وهنا 2 ألف شرطه ب شرطه بس فيه إيه؟ إيه؟ في ايه؟ سالب لان مية ا زائد ب هي 180 ناقص ج وقلت لك جتا 180 ناقص ج هي سالب جتا ج عشان الجتا في الربع التاني سالب السالب ده هيخلي الموجب والموجب بالسالب يبقى سالب ا شرطه تربيع سالب ب شرطه تربيع والج شرطه اللي بالسالب هتخليها بالموجب فحطيتها في الاول بالموجب على مين؟ على 2 ا شرطه بشرطه دور على الكلام ده في الاختيارات هتلاقيه موجود معاك اهو شباب الاجابه مين؟ الاجابه دال السؤال 54 بيقول لك ده سؤال مباشر هات لي قياس اكبر زاويه في المثلث اللي اضلاعه 3 5 7 اكبر زاويه قصاد اكبر ضلع فانا عندي الضلع ده هسميه ا شرط الضلع ده هسميه ب شرطة الضلع ده هسميه ج شرط فاكبر زاويه هي قصاد اكبر ضلع اللي هو ج شرط يعني اكبر زاويه هي زاويه ج يبقى انت هتستخدم قانون الجتا اللي عندي ثلاث اضلاع يلا بينا شرطة كسر زائد ناقص بعد الناقص هعمل ايه يا شباب هعمل الجيم شرطه تربيه وآدي يتفضل أ شرطة تربيع وب شرطة تربيع على 2 أ شرطة ب شرطة. حلو الكلام؟ حلو الكلام. عوض أ شرطة ب 3 تربيع زائد ب شرطة ب 5 تربيع ناقص السبعة تربيع على 2 في 3 في 5. 9 زائد 25 ناقص 49 على 2 في 3 ب 6 أو كده تحت 30 هيطلع لي هنا سالب 40 و25 سالب 15 على مين على 30؟ يعني سالب نص دي جتا ج اللي هي جتا اكبر زاويه اللي هي قصاد اكبر ضلع اللي هو ج شرطه لانه ب 7 اكبر من 3 والخمسه. تعمل بنقله ايه بقى؟ شيفت كوزين السالب نص هيطلع لك ان قياس زاويه ج ب 120 درجه اللي هي موجوده معاك الاجابه من يا شباب الاجابه د. بالسؤال كده اللي فات هنكونوا خلصنا مراجعه نوفمبر لماده الرياضه البحتة شرحنا كل اجزاء محتوى شهر نوفمبر وحلينا كمان تمارين يا رب تكون استفدت من كل كلمه قلناها النهارده طبعا فاضل لك ايه دلوقتي فاضل لك تنزل في وصف الفيديو تشوف حل الامتحان التجريبي لماده الرياضه البحته موجود على قناه قناه في الرياضه هيبقى امتحان صغير ممكن بقى تبدا تحل بايدك معايا فيه بتمنى لكم التوفيق اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته